كلاكيت عاشر مرة، نظام جديد للدوري الممتاز في الموسم الممتاز. مرة تانية وتالتة وعشرة يعود الكلام مرة أخرى عن تعديل نظام الدوري الممتاز في الموسم الممتاز. ده في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والخروج من دوامة الدوري المضغوط وتلاحم المواسم، والهدف بالتأكيد مسابقة منتظمة ومنافسة قوية تفرز منتج فاخر ومنتخب قوي جاهز للبطولات الكبرى. المرة دي كلام عن تطبيق التجربة بلجيكية مش دنماركية، بلجيكية. ولكن يا هل ترى رأي الأندية هيكون ايه؟ يا اهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. من الاخر، شوف حلوة قوي بداية الحلقة، بقول لك من الاخر احنا الدوري بتاعنا فيه عوار، فيه مشكلة، فيه ازمة. تمام، احنا منتخباتنا الوطنية بتاخد اللعيبة بتاعتها من الدوري المحلي، فلابد أن يكون الدوري المحلي دوري قوي. منتخبات أخرى أفريقية ما بيفرقش معها الدوري المحلي عشان كل لاعبتها بتلعب في أوروبا، لكن إحنا مهم جدا الدوري بتاعنا يبقى قوي جدا بما أننا ما عندناش محترفين كتير. خلاص، طيب هنخلي الدوري بتاعنا قوي إزاي؟ عندك حلول. حل منهم انك تقلل عدد الانديه في الدوري، تخليهم 16 مثلا بدل 18، وتخليهم 14 كمان، وده اقتراح الانديه مش هتسيبه يمشي، مستحيل. هيقول لك لا، وانت السنه دي هتنزل 5 وهتعمل لنا مشكله، والانديه اللي تحت هيبقى عندها مش كل الناس هيبقى عندها مشكله. تمام، وان كنت يعني انا اللي بحكم الكره في مصر، انا هاخد القرار واقول بعد سنتين، مش لازم السنه الجايه، بعد سنتين هيهبط 5 انديه والدوري هيبقى من 16 فريق مثلا يعني، بس ده كده مش هيحصل. طيب في اقتراح اخر يدرسه الان رابطه الانديه ولجنه المسابقات، وهو نظام جديد للدوري المصري اقرب للنظام اللي موجود في الدوري البلجيكي. وهقول لك التفكير على ايه، يعني هقول لك الدوري السنه الجايه ممكن يبقى شكله عامل ازاي، وهقول لك الصعوبات اللي هتواجه القرار ده برضه. بس احنا عايزين ناخد الفكره بتاعتنا من مين؟ من الدوري البلجيكي. طيب الاول اقول لك الدوري البلجيكي ده بيمشي ازاي، وبعد كده اقول لك احنا بنفكر في ايه في مصر في رابطه الانديه ولجنه المسابقات. في الدوري البلجيكي، يلا بينا، بيتم اقامه مرحله اولى بمشاركه جميع الفرق، ويصعد اول 4 فرق من تلك المرحله إلى جولة التتويج باللقب، وتتنافس ال4 فرق على حصد البطولة بعدد نقاطهم في المرحلة الأولى. ماشي، يعني هياخدوا نقاطهم من تحت معاهم فوق يعني. كل فريق في مرحلة التتويج باللقب يخوض 6 مباريات بواقع 3 مباريات ذهابا ونفس العدد إيابا لتحديد صاحب المركز الأول والمتوج بالبطولة والمراكز الأخرى اللي هيتنافس عليها باقي الأندية في نصف الجدول الأخير في مجموعة أخرى بنفس نقاط المرحلة الأولى لتحديد الهابطين وباقي مراكز الدوري. ده
فيما يخص الدوري البلجيكي والنظام اللي احنا عايزين ناخد منه. احنا بقى بنفكر في ايه؟ اقول لك، احنا عندنا 18 نادي، 18 نادي في الدوري. قال لك ايه؟ قال لك هنلعب دوري من دور واحد. ركز معايا بقى عشان هي عمليه حسابيه كده. قال لك هنلعب دوري من دور واحد، يعني كام؟ 17 جوله. وبعد كده ناخد اول 8 فرق في الدور الواحد ده، اول 8 فرق دول، ونخليهم يتنافسوا على الصداره، على اللقب. العشرة الباقيين هيتصارعوا على منطقه الهبوط، مين فيهم اللي هيبقى الثلاثه اللي هيهبطوا. فتقل عدد الاسابيع وعدد المباريات، فنخلص الدوري اسرع ونبدا الدوري الجديد اللي بعده، مش بتاع السنه الجايه، اللي بعده بالنظام القديم اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، بس نكون ظبطنا مواعيدنا. طيب نيجي على الصعوبات والمشاكل والاعتراضات اللي هتواجهها الرابطه ولجنه المسابقات الايام اللي جايه من الانديه، وفيها حاجات منطقيه وحاجات غير منطقيه. المنطقيه اللي لابد ليها من حلول، وانت بتقول الاقتراح ده، انه كثير من الانديه اللي موجوده في الدوري الممتاز مصدر الدخل بتاعها من المسابقه ومن اللعب ومن كل حاجه هو البث التلفزيوني وعدد المباريات، فكل ما عدد المباريات كان اكتر فالبث التلفزيوني قيمته بالنسبه لهم تبقى اكبر، فيبقى الفلوس اللي داخله لهم اكتر. بعض الانديه الجماهيريه هيكون عدد المباريات اكتر بالنسبه لهم، فده معناه انه جماهير اكتر، فده ذاكر اكتر، فتفاصيل من هذا النوع. فكده كده النظام الجديد ده هيضر بمداخيل الانديه، هيضر بمداخيل الانديه وتحديدا كمان الانديه اللي مش جماهيريه اكتر من الانديه الجماهيريه. ليه؟ ان الانديه اللي مش جماهيريه هي تعتمد اعتماد كلي على موضوع المقابل البث اللي بيساويه عدد المباريات. ببساطه يعني لو انا عندي 20 مباراه غير لما يبقى عندي 15 مباراه، انا بكسب من 20 اكتر من 15. خلاص سهله دي، يعني حطها على جنب يعني. ايه الحل؟ يعني دلوقتي انا هعمل نفسي انا رابطه الانديه او لجنه المسابقات واحاول ادي الانديه دي حلول، ما هو برضه هو مش عايز يخسر، عشان هيقول لك انا لو خسرت فلوس كده انا ممكن اهبط، فانت كده بتعمل لي مشكله، فانا مش عايز المشكله دي تحصل لي. لابد انك تضيق الجاب. ايه هو الجاب؟ النادي اللي كان بيخش له مثلا من البث التلفزيوني مثلا، ده سيدي مش الرقم اللي انا هقوله ده، مليون جنيه هو اكتر من كده طبعا، مليون جنيه، قول له مش هيبقوا 700 هيبقوا 900، وحب عليك وحب عليا هتخسر حاجات بسيطة بس هنكسب كلنا بعد كده لما الدوري ده يبقى منتظم. فاهم يعني ايه؟ انا بتكلم بقى على الرعاية والبث يعني تفاصيل كتيرة جدا، نحاول نقرب الجاب شوية. ما بقولش انك تديله زي ما كان بياخد بالظبط، طبعا دي حسابات مش بتاعتي، بس انا بقول لك تخيلي كان بياخد مليون، ما تخليهمش 700 خليهم 900، فخسرت حاجات بسيطه. ونشيل بعض. لازم لما تيجوا تكلموا مع الانديه، انا بكلم الرابطه، تكلموا مع الانديه تقولوا لهم الحلول دي، ما توقعوش في النار يعني، ما تقولوش ايه بص هو ده وسكان عاجبك، انت برضو يعني ايه مش هتعرف تعمل ده، مش هتعرف تعمل ده. فقرب وجهات النظر، دي نقطة. نقطة تانية، قول الأندية إنه أنت وشطارتك في الدور الأول، يعني إيه؟ يعني بدل ما أنت كنت بتبدأ الدوري على مهلك وبتبدأ تفوق في الدور التاني، لأ، ده أنت لازم تبدأ الدوري وأنت فايق قوي وتجمع أكبر عدد من النقاط. معظم الأندية اللي تحديدا بتبقى بتصارع على الهبوط يقول لك اللي في الاول ده مش مشكله، المهم في الاخر الم كام نقطه. دلوقتي لا، لو انت ما لمتش في الدور الاول فده معناه ان انت هتنزل مع العشره اللي بيلعبوا على الهبوط، خلاص رسمي عزمي نظم. لكن لو لحقت مع الثمانيه اللي فوق هتبقى بتنافس فوق، ودي حكايه تانية مختلفه تماما. طيب هنا هتقابلنا مشكله تانية،
ودي بقى مش عارف هنحسبها ازاي، دي عايزين برضو كلنا نفكر فيها مع بعض. الثمان فرق اللي فوق، الثمان فرق اللي فوق لو اعتبرنا مثلا مثلا اهلي زمالك بيراميدز مصري يعني الباقي كله بيتلخبط بقى يعني ساعات بيطلع وساعات ينزل، بس يعني انا بكلمك على دول يعني تمام. الباقيين اللي هيخشوا معاهم يعني دول اربع فرق مثلا، الاربع فرق التانيين اللي هم الثمانيه اللي هيتنافسوا في الصداره، الاربعه التانيين دول، الاربعه دول اصلا وهم داخلين الدوري بيبقى غالبا طموحهم ان هم يفضلوا في الدوري. ركز معايا، فاول ما انا الاقي نفسي بقيت في الثمانيه خلصت الدور الاول وانا في الثمانيه وبقيت انافس فوق ما بقاش فارق معايا حاجه. يعني ايه؟ يعني لو طلعت الثامن انا تمام، ادم مش ههبط. لكن طول الوقت طول الوقت لما كان بيبقى الدوري من دور واحد كل الانديه خايفه ادم ما بتنافسش على الصداره، حتى لو انت في المركز الخامس خايف تهبط في اي لحظه، ماتشين ثلاثه هوبا تلاقي نفسك تحت. لكن دلوقتي لو انا اطمنت بعد الدور الاول انا بتنافس مع الثمانيه اللي فوق او مع السبعه اللي فوق، انا خلاص مش ايه مش فارقه معايا، فهنقلل المنافسه شويه، هنخلي طعمها مش حلو. بس برضو ينفع تعدي بما انه موسم استثنائي، مش ده الدائم، موسم استثنائي. فارجوكم يا جماعه ببساطه انا بكلم هنا كل الانديه المصريه اللي موجوده في الدوري الممتاز، بكلم رابطه الانديه، بكلم لجنه المسابقات، تعالوا نقعد على مائده مستديره، نقعد نتحدث جميعا ونشوف الحلول ايه، ونشوف برضو الاهم من الحلول الاضرار ايه، عشان لو حطينا عينينا على الاضرار يمكن نحلها كلنا واحنا مع بعض. بس اللي بطلبه من رابطه الانديه ولجنه المسابقات ما تروحوش تقولوا للانديه هو كده النظام هيبقى كده، طب يا جماعه ومشاكلنا ماليش دعوه، طب وازماتنا ماليش دعوه، طب والمشاكل الماليه ماليش دعوه، ده غلط. تعالوا نقعد نتكلم مع بعض زي ما اتكلمنا دلوقتي كده ببساطه شديده. مين في مصر سواء انديه او انديه ممتاز او انديه دوري محترفين او خلافه مش عايز مصلحه عامه، مصلحه الكره المصريه؟ وطول ما مصلحه الكره المصريه او الكره المصريه بشكل عام فيها نجاح وفيها ازدهار وفيها تقدم وفيها مسابقات منتظمه، الانديه كلها بتستفيد بامور كثيره جدا، في التسويق وفي البث وفي تفاصيل كثيره، كله عايز الامور تبقى ماشيه بشكل مثالي. بس لازم نقعد مع بعض، ارجوكم نقعد مع بعض. طيب معايا عبر الهاتف الان دكتور فرج عمدي الاسماعيلي، نسمع رايه ايضا. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. كريم بيه، انا سعيد بكلامك الاخير. اشكرك يا فندم واشكرك عليه وربنا يوفقنا. اعتقد ان امرهم شورى بينهم دي معموله لكل الناس على اختلاف اشكالاتهم يعني. صحيح. فانا سعيد بالطرح الاخير بدون تمييز. انا ضد طبعا، او احنا يعني تناقشنا كمجلس اداره بخصوص موضوع الطرح اللي عملته لجنه الانديه ديت. اعتقد ان هو بدون الرجوع للانديه ككل ومناقشتهم، لانه هتطلع امور كتيره ممكن تعدل في اللي بيتقال ده. اما ان انت تنزل عليا قانون مش لاول مره بتفكر انت حضرتك، وانت معلش انا مش عايز اقول الكلام، لكن انا طبيعتي كده، انا هقول الحقيقه خلاص. اتفضل. انه مش معقول ان انا تطرح عليا قانون عايز تنفذه مره واحده بدون الرجوع للمعطيات بتاعت كل نادي على حده، وبدون مناقشات مفتوحه. صح. بسيطه. صح. نعرض فيها وجهات نظرنا. انا معاك، احنا النادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره، ولكن احيانا بنمر بظروف، ظروف ماليه، ظروف زي ما حضراتكم عارفين طبعا. لكن ارجوكم دخلونا في المناقشات، يعني معلش ما تفرضش عليا قانون يعني وتطبقه. وبالمناسبه دكتور فرج بصراحه يعني، وانا اتفق معاك جدا، هو انت كمان مش محتاج تترجى او تقول رجاء يعني، هو في النهايه انتوا الانديه المصريه وكله اسماعيلي واهلي وزمالك، وحتى دي الانديه الكبيره التاريخيه، وهناك انديه اخرى كثيره، كل دول ليهم حقوق ادم بيلعبوا في المسابقه، من حقهم على الاقل ان هم يطرحوا وجهه نظرهم ورايهم ومشاكلهم لو ده حصل، عشان كمان كلنا مع بعض ندور على حلول. هو بالظبط، احنا هدفنا رفع مستوى الكره المصريه، وهدفنا ان الدوري يخلص في مواعيد محدده، وده كلام سليم.
لكن مش بالطريقه ديت، ممكن تكون مجحفه للكثير من الانديه. وطبعا لا يخفى على الناس او على كل المسؤولين الاوضاع الماليه لكل الانديه، صحيح، ايا كان بقى نادي غني نادي فقير نادي ظروفه ماشيه كويس. طب دكتور فرج، انا ممكن معلش عشان توضح كمان للساده المشاهدين وجماهير الكره المصريه، ايه المشاكل اللي ممكن تواجه نادي زي الاسماعيلي لو حصل تقليص في عدد المباريات في الدوري بنظام جديد الموسم اللي جاي؟ ايه هي مثلا المشكله رقم واحد؟ اولا انت عايز تختصر عدد المباريات. المشكله رقم واحد ان انا كنادي مش هقدر اعوض، مش هقدر اعوض لو كانت عندي اي ظروف في مستوى الفريق عندي، لظروف مثلا اصابات، لظروف ان انا ما توفقتش في ان انا يكون مثلا مستوى اللعيبه يعني لينافس بشكل كويس، لا لظرف من الظروف، لان اخترت مثلا مدرب بصرف النظر على الوضع الحالي للنادي الاسماعيلي، انا بتكلم في العموم، انه اخترت مدرب غير مقبول او 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 ما توفقش معايا، فضيع مثلا 5 6 مباريات ورحت في داهيه، فما تدتنيش فرصه ان انا اعوض، ما فيش فرصه. لكن لو احنا قعدنا، انا مش عارف صاحب الطرح او النموذج الجديد اللي هم عايزين يعملوا بيه مسابقه الدوري بعد كده، معلش ناقشنا يا اخي، خد رايي، ممكن تستفيد من راي واحد، ممكن اصغر منك اكبر منك، فكر معانا. لا وبعدين احنا وممكن يبقى الطرح، ممكن يبقى الطرح عظيم يا دكتور فرج، بس نسمعه الاول ونتناقش فيه. انا معاك جدا، نتناقش بالظبط كده، نتناقش فيه واحنا مع يعني اصل مش كلام منزل من السماء، لا، ده اراء فردي افراد، فانت واحنا افراد زيك، خد راينا وهتلاقي ان احنا الافضل لينا ككل. اولا انظمه الدوريات في العالم كلها اعتقد هو النظام المعروف اللي احنا شغالين بيه حاليا. انا فاهم يا دكتور فرج، بس لو رابطه الانديه بتفكر في نظام استثنائي في موسم يعني استثنائي، هي رابطه الانديه، معلش مع احترامي ليهم كلهم، برئاسه سياده النائب احمد دياب، لكن انا عايز اقول لحضرتك، اتفضل، معلش انت كلامك مش جاي من السماء، انت ده اراء، انت قاعد في مكتب او قاعد مع مجموعه وبتخترع، لكن احنا ناقشنا عشان تسمع راي اخر، امرهم شورى بينهم 100%، وامرهم شورى بين ده اللي انا عايز اوصله كواحد من مجلس اداره الاسماعيلي. تعالى يا دكتور فرج، تعالى نتفق على حاجه مهمه جدا، انه اكيد رابطه الانديه وهي بتفكر، هي بتفكر لصالح الكره المصريه، وانت كنادي اسماعيلي يهمك مصلحه الكره المصريه. لا لا المصرية. وانا بفكر والله، ايوه انا فاهم فاهم لا انا فاهم، انا لا اجادلك في ده، انا اقصد ان احنا كلنا بنفكر في مصلحه الكره المصريه من فوق بالضبط. بس مهم بالضبط. جدا ان مصلحه الانديه كمان لا تتضرر، يعني لازم كلنا بالضبط. نشتغل في منظومه كامله يعني بالظبط كده، صحيح. وبعدين لازم كلنا يعني نقتله بحثا، مش مجرد قوانين كده اتحطت تعالى ننفذ، مفهوم. انت ممكن بكره تلاقي حاجات تطلع كتير احنا لسه ما درسناش الموضوع، لما نطرحها على مائده البحث هيطلع علينا حاجات كتيره. ارجوك يعني يا استاذ كريم، او يعني لا يعني يا ريت ناخد التوجه ان هو مناقشه الموضوع ده، لا مفيش خلاف، عمل غرف او لقاءات، احنا مستعدين نطلع نتفق في النادي الاسماعيلي على اختيار شكل معين، ونبعت مندوبنا او اثنين من مناديبنا يقعدوا مع الرابطه ويتكلموا مع كل الانديه، كل واحد يطرح رايه، صحيح، ونستقر على راي جديد او راي كويس يخدم الكره المصريه اللي هي هدفنا، صحيح، مستوى الفريق المنتخب الوطني وارتفاع مستواه، ده هدفنا رقم واحد، صحيح، ده اللي بقى قصده كريم باشا. دكتور فرج عمران نائب رئيس النادي الاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، واتصور ان الرابطه هتعمل كده، اتصور انها تقعد مع كل الانديه، تصور يعني، وده المفروض يعني. طيب ده راي واحد من الانديه الجماهيريه الكبيره، وراي اخر من احد انديه الشركات الكبيره ايضا ومتصدر الدوري الممتاز في هذه اللحظه، كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك. ربنا يبارك فيك يا كريم حبيبي. عايز اسمع رايك فيما يخص اقتراحات حول تطبيق نظام جديد للدوري في الموسم الجديد، بحيث يكون في اختصار لعدد المباريات كموسم استثنائي انتقالي، والعوده مره اخرى للشكل التقليدي. والله يا كريم، هو الهدف من ان احنا ندور على شكل جديد للدوري، الهدف منه ان احنا نقصر المسافات ونحاول نلحق اللي احنا بنفقده دلوقتي من ماتشات مؤجله وحاجات كده، ولا الهدف من النظام الجديد ايه؟ هي القصه هنا،
الهدف معمول ليه، هيبقى مؤقت زي ما انت بتقول يا كريم، موسم استثنائي وبعدين نرجع تاني، ولا الهدف ايه؟ لا الكلام على انه موسم استثنائي. موسم استثنائي. طيب الدوري البلجيكي نمره واحد كده مبدئيا كده على قد معلوماتي البسيطه، يعني كنت لسه بتكلم مع الاستاذ ايمن الشرايف في الموضوع ده من شويه، يعني الدوري البلجيكي ده كان المفروض ان هم عملوه عشان يطولوا الدوري عندهم المده. انت معايا يا كريم؟ فاهم معاك. يعني 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 اصلا الدوري البلجيكي فكرته اتعملت عشان يطولوا المده بتاعت الدوري. فازاي هتتعمل عندنا؟ لا هنا هنا يبقى عشان كده احنا مش هنعمل النظام البلجيكي بالظبط. خد بالك النظام البلجيكي الجوله الاولى بتاعته 34 ماتش اصلا، اللي هو الدوري بتاعنا كله ده قبل ما يلعبوا. أيوة كمان ايوه انا فاهم. هما بياخدوا الفكره اللي هي بتاعت ايه، ان احنا نلعب دور اول وبعد كده ناخد فرقه معينه نلعب بيها مع الصداره. ليه كذا كومنت في الموضوع ده، ان هم ياخدوا اول 8 فرق دول اللي هينافسوا على بطوله الدوري، صح كده؟ بالظبط. طيب نفترض الثمان فرق دول اللي طلعوا الاول، اللي هو من الاول من الثمانيه، اول 8 فرق ده مثلا بدي مثال عنده ايه 30 بونت، والثامن اللي طالع اللي هو اخر واحد ده عنده مثلا 4 بونت. انت متخيل المنافسه تبقى عامله ازاي يا كريم؟ يعني انت فاهم انا بقول لك ايه؟ يعني اللي هينافسوا على بطوله الدوري الثمان فرق الاولانيين، صح كده؟ صح. طيب الاول ده بقى او الاول والثاني اللي هم قريبين من بعض 30 و29 و28، في فرقتين تحت او ثلاثه اللي هم السابع والثامن، فرق البونت لو هم زي ما بيقولوا لانه هيطلع بنفس عدد البنات، المنافسه هتبقى معدومه وهيبقى فيها بقى تلاعب في نتائج وحاجات. انا بتكلم يعني لو انت بتتكلم في حاجه زي أنا كده انا 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 كنت لسه طرح الطرح ده بالظبط يا كابتن محمد، بس دي برضو نقطه هتمسكها ازاي. يعني انا فاهم انه اول اربعه هينافسوا والاربعه التانيين خلاص ضمنوا وجودهم في الدوري، فمش خلاص فارق مش فارق معاهم خامس من تامن، مش هتعرف تظبط الموضوع. فاقصد اقول يا كريم وجهه نظري والشفافيه تحتم ان الدوري اللي احنا ماشيين بيه بالشكل اللي احنا ماشيين بيه ده شكل. لو عايز تقول لي عايزين موسم استثنائي ونقرب المسافات عشان ما يبقاش في ماتشات متاجله، لازم نطبق الدوري او الجدول اللي يتحط على كل الانديه، يعني الثلاث ايام الاربع خلاص، ما كل نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي البيراميدز، كل الانديه اللي بتلعب في افريقيا دي. ما انا كبقيت انديه انا مش هعمل الحوار كله عشان اربع خمس انديه وبقيه الانديه، لا. لو اتحط جدول يا كريم، وجهه نظري اللي على قدي برضو انا ما اعرفش يعني، بس انا شايف كده ان يتحط جدول يتحط كله يمشي عليه. يعني هو في اقوى من الدوري الانجليزي لما بتحط الجدول، وكان في كاس العالم للانديه لو نفتكر ليفربول، والاتحاد الانجليزي ما رضيش يعمل ليفربول يقرب لهم ياخر ياجل ماتش. صحيح معايا. يعني انا شايف ان ده اكتر حاجه هتخلي الدوري المصري يرجع لشكله الطبيعي والشكل اللي احنا عايزينه، ان احنا نلتزم بجدول محدد محطوط من A to Z كل الناس تمشي عليه. انت عارف انت خليتني كمان اروح بتفكيري دلوقتي ولا بتناقش معاك كابتن محمد، هو احنا لو عملنا الدوري بنظامه الجديد ده مش هيبقى فيه مؤجلات برضو؟ مش هيبقى فيه نادي عايز طب خليها كمان هيبقى فيه طبعا. خليها طب بدل 3 ايام خليهم اسبوع. انا عندي عشان كده بقول لك يا كريم اللي ايه، احنا انا شايف ان الدوري بتاعنا محتاج جراح مش جراح، يعني اللي هو ايه، انا بعمل العلاج على طول، بعمل عملية على طول. جراح ليه يا كابتن محمد؟ احنا ما بنخترعش الذرة برضو يا جماعة. يعني انا ساعات بحس ان احنا بس الناس الوحيدة اللي في العالم اللي كل موسم نتناقش على الدوري وعلى المؤجلات وعلى الماتشات وعلى عدد الفرق. احنا مفيش دوري بيحصل فيها اللي احنا عندنا دي، حقيقة انت بتتكلم صح يا كريم. مفيش دوري مفيش دوري بيحصل فيه زي اللي بيحصل عندنا. وصلنا الجراح يعني، طب هنعمل ايه تاني؟ ما انا بكلمك بجد والله. يعني عشان كده بقول لك انا، احنا ليه نروح لافكار دوريات اخرى واحنا عندنا الحل بس احنا ننفذه؟ ايه هو الحل؟ ان انا احط جدول كل الانديه تمشي عليه. صحيح. طيب لو اتعمل النظام ده ماذا سيتضرر انبي في حاله اقامته؟ ما هو بص يا كريم، عشان برضو نقول نتضرر او نستفيد، لازم زي انا كنت بسمع الحوار بتاعك مع نائب رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي، لا احنا لازم فعلا اي قرار لازم يتاخد لازم يبقى فيه مناقشات، لازم يتم مناقشه. يعني لازم يبقى فيه مناقشات واعرف، لان في انت ممكن اللي احنا بنسمعه
فكرة، إنما التفاصيل إيه هو ده المهم. لازم نقعد ويتقال لنا التفاصيل إيه وأصل إحنا بنعمل ده عشان كذا كذا كذا، لازم نتناقش ونقعد مع بعض ونتناقش. صحيح. مفيش قرار المفروض يطلع من اتحاد الكورة أو رابطة الأندية إلا لما يحصل فيه مناقشات. مزم. مع الأندية، خاصة أما بتبقى حاجة هنقول خارج الصندوق، حاجة عايزة تتعمل، فلازم يتقعد مع الناس والمناديب بتاعة الأندية أو حتى لو هم عايزين يبقى حوار كبير مع رؤساء الأندية، عشان ده هيبقى مصير برضو الكرة المصرية. أنا شايف إن ده يبقى مش مندوب، لا أنا شايف إن يبقى مع رؤساء الأندية، مع رابطة الأندية، مع اتحاد الكورة، يقعدوا يعملوا حاجة يتناقشوا فيها. ساعتها كل واحد هيقول اللي عنده، وساعتها هنتلافى حاجات كتيرة. يعني ده اللي المفروض لازم يحصل. صحيح. كابتن محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي عين بنا، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. هي واضحة وسهلة يا جماعة، كل حاجة في الدنيا بتبقى سهلة لو قعدنا واتكلمنا مع بعض. شوف أنا الموضوع ده النهاردة داخله وأنا هادي جدا. ليه؟ أنا مش شايف إن في مشكلة بالنظام الجديد، وشايف إن في مشكلة برضو، بس ده ليه؟ عشان دي ليها إيجابياتها ودي ليها سلبياتها، دي ليها سلبياتها ودي ليها إيجابياتها. لو قعدنا مع بعض ربما نتلافى السلبيات بتاعة الجديدة أو نزيل سلبيات النظام القديم اللي هو بنلعب بيه دلوقتي. يعني في مليون حل، بشرط إن احنا نقعد ما نستسهلش. يعني إيه؟ يعني ما نقولش بقولك إيه الدنيا مضغوطة، تعال نغير الموسم اللي جاي النظام. طيب لو الموسم اللي جاي أجلنا وتأخرنا ومش عارف إيه هيحصل إيه، أنا أقولك بس عشان جاي من بعيد، جاي من بعيد أوي، هيقول لك ايه؟ طب ما تيجي نمد بقى النظام دوت لموسم جديد، يعني موسم تاني، يعني زي ما كنا بنلعبه استثنائي دوت، ما نخليه لموسم تاني كمان عشان لسه الدنيا ما الوقت فيه مشكله، يعني مش عارفين نبدا في شهر 9 ومش عارفين نروح مش عارف فين. فاهم؟ طيب نسمع راي اخر من واحد من الانديه الجماهيريه الكبيره طبعا في مصر، النادي المصري. معايا الاستاذ الحسيني ابو قمر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. الله يكرمك. الحمد لله. الله يسلمك يا فندم. احنا نتحدث حول مشروع او فكره لنظام جديد للدوري في الموسم الجديد، ربما يكون نظام استثنائي، نظام انتقالي، حتى نضايق الجاب اللي بيحصل دايما في مواعيد مباريات الدوري على مدار الموسم. رايك من حيث المبدا في تغيير النظام، نظام الدوري؟ انا اولا يعني اي فكره جديده طبعا محتاجه مزيد من الحوار والدراسه قبل ان انا مطرحها على الناس. ايوه. وطالما طبعا طرح الامر ده، انت كانك الوقت بتعمل حوار ما بين الانديه على مستوى الاعلام، على مستوى كل المعنيين بقضيه الرياضه وكره القدم في مصر. صحيح. فبالتالي يعني انا مش معنى ان انا عندي تجربه في بلجيكا ان ده النموذج الامثل ليا في التطبيق لما عمل موسم استثنائي. ليه احنا ما نفكرش نعمل تجربتنا احنا يعني كمصر نفسها؟ لو انا عاوز اعمل تجربه وانتقل انتقال بحيث ان ينتظم في المستقبل المسابقه، يبقى ده موسم استثنائي. ما فهمته ان ده موسم استثنائي يعني. فيعني يجب الرابطه طبعا والمعنيين بالامر يفتحوا حوار اكثر مع الانديه. وبالتالي ما ننتهي اليه في النهايه في صالح الكوره، ويبقى كل الاراء مطروحه والاسباب اللي دعت لكده. ايوه. يعني ما اكيد في اسباب اللي دعت ان يبقى ده موسم استثنائي بنظام معين، خاصه وان فعلا ممكن تترتب على هذا النظام يعني ظلم لبعض الانديه. هل بالفعل ونراعي برضو فكره دخول الانديه؟ أيوة. بس لما خلص عدد الماتشات هل سيترتب عليه تقليص المداخيل بتاعه الانديه، خاصه مع الشركه الراعيه او السبونسر كده يعني، والبث التلفزيوني وتفاصيل اخرى، او البث التلفزيوني كل ما هو متعلق بكره القدم بالمسابقه. صحيح. لان في عدد ماتشات، الجماهير، كل ده حاجات هل نراعيها في هذا الاستثناء او هذا الموسم الاستثنائي؟ فمهم جدا. في عندك زي الانديه الجماهيريه، الانديه ديت النهارده ممكن انت معددهم بالظبط غير اهلي وزمالك 4. يعني اهلي وزمالك ومصري واسماعيلي واتحاد وبلديه المحله. مظبوط. فدول اللي هيبقى فيه ايه؟ هل هيبقى فيه تمييز ايجابي لحد ولا مش عارف ايه؟ هل تقدر انت النهارده مفاجاه ممكن دول يكونوا نصهم في بيصارعوا على الهبوط؟ هنا كره القدم مهمه جدا ان انا اراعي كل حاجه بحيث ان متعه كره القدم والهدف من ممارسه كره القدم ما نفقدهاش.
عارف يا فندم كمان في، انا فاكر من 3 مواسم او من 4 مواسم اتذكر يعني، المصري كان في منطقه صعبه جدا في جدول ترتيب الدوري تحت يعني، في منطقه صراع الهبوط، وانهى الدوري في الاخر في المركز الرابع اعتقد من 4 مواسم، انا فاكر ده كويس جدا. فانت ممكن في كتير من الانديه بتبدا بشكل مش كويس بس ممكن تنهي بشكل عظيم جدا، فانت كمان هنا بشكل او باخر اهدرت فرصتهم ان هم يكملوا في المنافسه في المنطقه اللي فوق، وفجاه حطيتهم في صراع الهبوط رسمي. هو يعني هو ده اللي انا بقول. طبعا هو اكيد هيقول لك، هيقول لك انا هراعي النقاط اللي حصل عليها في الدور الاول عشان ده موسم من دور واحد، وبالتالي انا قسمت المستويين، هنا عملت مستويين في المسابقه، مستوى اللي بينافس اللي هم 9 فرق المركز الاول التاسع، ثم من العاشر لل 18 بقيه الفرق اللي هم بيصارعوا من اجل الهبوط. صحيح. مع الاحتفاظ بالنقاط اللي حصلوا عليها في بدايه في الدور الاول. القصه ان ماتشات كره القدم بتقبل المنافسه، وبالتالي اتاحه الفرص وتمكين الناس من الممارسه نفسها محتاج انك تلتقي كل الفرق مع بعضها. هنا بيبقى عندك المعيار او النتيجه مبنيه على اسس سليمه. صحيح. لكن ده هيبقى نظام استثنائي، ظرف استثنائي، من الصعب ان نحكم عليه وما يقعش في ظلم الناس فيه. فده محتاجه برضو لو احنا عندنا مشكله في انتظام المسابقه في الموسم اللي بعد القادم، وان انا هرجع للنظام القديم، فما نحاول نشوف بدائل لهذا النظام او لهذه الاشكاليه. لو هو استثنائي خلاص يبقى ندير فيه حوار. صحيح. وكل الحاجات المحاذير اللي الانديه بتعلن عنها دي محتاجه ردود من القائمين على الامر، من الرابطه، من اتحاد الكوره، من المعنيين. كل دي محتاجه للناس، وبعدها نطلع بالقرار السليم. مفيش مشكله خالص لو في صالح بس ندرسه. مظبوط. احنا ما بنرفضش الفكره من بدايتها كده، وندرسه جماعه يعني، كل الانديه تشارك مع الرابطه. بالظبط. المشكله يا فندم، المشكله ان انا عندي مشاكل كثيره جدا. المفروض المعنيين عندي كرابطه واتحاد كره القدم هم المعنيين، انا كانديه جماهيريه انا بعاني، انا عندي سوء انتقالات لاعبين من أسوأ الاسواق على مستوى العالم كله، عندنا في مصر عندنا اسعار لاعبين مبالغ فيها، عندنا حاجات كتير جدا محتاجه ان انا اعمل لها يعني مسؤوليه شويه، اعمل لها نوع من الضوابط شويه. صحيح. محتاج ان انا الانديه بتتاثر، ولذلك ان لولا وجود رؤساء انديه بينفقوا من مالهم الخاص زي مثلا في المصري مستر كامل ابو علي، في الاتحاد محمد مصري، فدي مش هتلاقيها. صحيح صحيح. فبالتالي هل احنا يعني اسسنا لهذه الانديه دياره مداخلها ازاي؟ ان ازاي نحولها لمؤسسات، مؤسسات رياضيه، محتاجين تعديل في قانون الرياضه، محتاجين في الاستثمار الرياضي، محتاجين ان احنا يبقى عندنا طفره في منظومه الرياضه حتى نصل الى مستوى كره. احنا شفنا مستوى المنتخب الوطني رغم ان احنا عندنا مجموعه محترفين على اعلى مستوى، وعندنا مستوى الدوري في النهايه ما افرزلكش اللاعب الافضل يمثلك على مستوى افريقيا، رغم ان البطوله كانت ضعيفه في المستوى. صحيح صحيح. كانت ضعيفه في المستوى، لم تكن فنيا عاليه جدا، كان من اضعف المستويات. صحيح صحيح. فبالتالي انا مهم جدا ان انا في الفتره اي حاجه بحب اعملها جديده عشان تنجح اعمل فيها مزيد من الحوار، اكتر من ورشه، اكتر من حوار، وفي النهايه هتخلص في النتيجه، وممكن تطلع بافكار تضيف لك انت كمسؤول. انما اي حاجه هتتم بمعزل عن الانديه وعدم وجود حوار، اعتقد ان هي في النهايه هتقابل بنقد شديد. وطبعا الاعلام مهم جدا 100% في هذا الامر، ويكونوا شركاء في هذا الحوار، لان برضه هم على المستوى المهني عندهم قدره ان ده يضيف للمنظومة. وده اللي حاولنا نعمله من النهارده، من بمجرد بس ما طلعت الفكره حاولنا كمان نسمع من معظم الانديه في مصر، عشان احنا بنسمع من طرف يعني، هي دي فكره لسه ما اطرحتش علينا. صحيح. يعني ده تصريحات. صحيح. في النهايه وانتوا كاعلاميين بتتناولوها، فبالتالي بتاخد انا فكرتي مثلا، انا نائب رئيس نادي فانت طرحت عليا الفكره. لا انا عندي اداره برضه هطرح عليها الفكره 100% 100%. فبالتالي لما نعمل حوار في مجلس اداره، في رئيس نادي، ربما تلاقي في الفكره كمان ايجابيات اكتر من السلبيات، ربما يعني. هو مش انا مش هحكم على الفكره. صح. او التجربه بان انا افشلها من دلوقتي او احكم عليها بالرفض. مزبوط. وخليني عايش في نفس المستوى من المسابقه. لكن مش معنى انها فكره بلجيكيه
انها تناسبني 100%. ولو هتناسبني يبقى اشوف الاليات اللي اقدر اطبق بيها واشوف المحاذير اللي هي بتكوف الانديه وازاي ان انا اتغلب عليها. دي مش هتيجي الا بالحوار. صحيح صحيح استاذ حسين. ما نقدرش نحكم عليها الا بحوار. صحيح استاذ حسين. سواء بالايجاب او بالسلب. استاذ حسين يا ابو امر نائب رئيس النادي المصري البورسعيد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، كلام ايضا مهم جدا. سهل اهي نتناقش نتحاور، ما حدش عايز ضرر، كله عايز الصالح، الصالح للكره المصريه، وبالتاكيد كل واحد بيفكر في مصلحته كمان. على فكره لما يقول لك ايه الانديه، كل نادي بيفكر في مصلحته، يعني مش حاجه عيب، ده النادي بتاعي انا اللي بديره، فعايز اكبر مكاسب ليه وعايز مصلحته ومش عايزه خسران، دي حاجه كويسه، بس لازم الاتنين يتلاقوا، المصلحه العامه مع المصلحه الخاصه لازم يتلاقوا، مش عيب. احنا عاده نقول ايه، الحق النادي مش عايز ده، مش عايز المصلحه العامه، الا اذا لو كانت اسبابه غير منطقيه. يعني جه قال لك ايه مثلا، لا انا مش عايز الدوري دوت عشان كده، عشان انا اصلا فرقه ضعيفه فانا كده ههبط. طب ما تقوى، ما تخليك اقوى من كده، ما تتحسن، ما تقعدش تغير المدرب كل 3 ايام يعني، فاهم يعني اللي هو ايه الاسباب اللي هي بقى ايه الفئويه قوي دي، اللي هو ايه انا مش كويس فكده ههبط، لا حسن من نفسك عشان الدوري هيبقى اصعب. يعني تفاصيل تانية. لكن بقى اللي كلمك على مداخيلي، اصلا انا فلوسي هتقل، اصلا انا هيبقى عندي مشكله في شراء اللعيبه، دي بقى محتاجه نقعد مع بعض ونحل الازمات دي اللي ممكن تبقى بسيطه لو قعدنا نتحاور فيها ببساطه. طيب النهارده كان في المؤتمر العظيم اللي بقى حاجه بنستناها كل سنه، قادرون باختلاف برعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. المنظر يا جماعه مبهج، المنظر كله طاقه ايجابيه، انت بتبقى قدام الشاشه يعني وشك فرحان ومدمع ومبسوط وكل حاجه، كل كميه مشاعر مش طبيعيه مش طبيعيه. بص انا هقول لك تفصيله مهمه جدا، في هذه الدولة بهذا النظام في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا في حياتي الحياة اللي أنا عشتها، ما بحبش أقول دايما إيه من قبل كمان ما اتولد، ما أعرفش أنا اللي قبل ما اتولد اللي حصل فيه، بس أنا ما شفتش اهتمام بذوق القدرات الخاصة زي اللي بيحصل خلال السنوات القليلة الماضية. اللي شفناه النهاردة ده واللي بنشوفه كل سنة هو في كثير 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 من الصدق، واضح يعني ما فيش حد يقدر يشكك بصدق النوايا. كل الناس قاعدة النهاردة سعيدة وفرحانة، دعم دولة واضح وبتفاصيل كثيرة جدا ولأسباب خاصة جدا، يعني أعرف إن الدولة قد إيه دعمة جدا لهؤلاء الأطفال ذوي القدرات الخاصة. النهاردة كان في لقطة جميلة حلوة لشاب جميل عبد الرحمن مصطفى في مؤتمر قادرون باختلاف، وكان في حوار لذيذ كده ما بينه وما بين زميلنا المميز دوما الرائع جميل هاني حتحوت، وبيسأله عن هداف الدوري الأسباني، بيسأله مين اللي سجل 5 أهداف امبارح مع مانشستر سيتي، والشاب جميل بيجاوب بطلاقة وبسهولة ومتابع كويس جدا. بعد كده الشاب الجميل طلب من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يبقى عنده عضوية في نادي الزمالك، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اوكل القصة للكابتن حسين لبيب اللي بدوره راح قام وقف وقال انه مستعد بكرة ان شاء الله يكون العضوية موجودة، عضوية الشاب الجميل. شوف الحكاية الحلوة وافرح وانبسط وابتسم وانت بتتفرج. اتفرج تعالى نكمل. صباح الفل يا ريس، انا اسمي عبد الرحمن مصطفى كامل، عندي 23 سنه، متحدي اعاقه ذهنيه، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات اداريه، وحلمي ابقى محلل كروي لان انا بحب كره القدم. بيحب كره القدم يعني جه في ملعبي. طب ما تيجي نعمل اختبار كده مع بعض على الهوا زي اللي بنعمله في التلفزيون. اتفضل يلا شوف ايه النظام في قصه المحلل الكروي ده. اتفضل. ايرلينج هالاند امبارح جاب كام جول؟ جاب 5. صح. في مين؟ في لوتن تاون. لوتن تاون.
في الكاس رابطه الاتحاد الانجليزي. صح، برافو عليك. طب مين هداف الدوري الاسباني؟ شوت بيلينغهام. جود بيلينغهام، برافو عليه، ده شاطر بجد، شاطر بجد. طيب احنا في 2024 عندنا ارتباطات رياضيه كتيره قوي ما بين انديه ومنتخبات، ايه اكتر احداث انت مستنيها الفتره اللي جايه وايه توقعاتك ليها؟ مستني الاشنطه الدوليه بتاعت منتخب مصر مع الكابتن العميد حسام حسن. يا سلام، ده العميد اهو، العميد ورانا اهو، الكابتن حسام حسن. ايه رايك في اختياره كمدير فني للمنتخب وتوقعاتك وايه اللي نفسك فيه من العميد؟ العميد كان حلم ابويا الله يرحمه ان هو كان يمسك منتخب مصر. الله. لان حسام حسن لكل اسطوره تاريخ، ولكل تاريخ اسطوره، والكابتن حسام حسن هداف تاريخ المنتخب مصر كلام، وعنده روح وعنده حماس وعارف يعني ايه كلمه منتخب مصر. الله، كلاعب وكمدرب. ربنا يوفقك يا عميد، وان شاء الله هياخد امم افريقيا وهينافس على كاس العالم ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب طيب احنا عندنا كمان ارتباطات تانية على مستوى الانديه، ايه اللي انت مستنيه الايام اللي جايه دي؟ مستني مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. صح 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 صح، ماتش جامد قوي ده. هيتلعب فين الماتش ده؟ في السعوديه. في السعوديه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي، الزملكاويه بيسقفوا اكيد. طيب خلينا اسالك بمناسبه الزمالك، ايه نفسك في الزمالك يحصل؟ الزمالك فك القيد، حل شويه مشاكل، نفسك في ايه في الزمالك الفتره اللي جايه؟ نفسي صفقات اكتر. نحسن شكل الفريق. اتنين، عايزين مهاجم هجام. تمام. زي عمرو زكي وعبد الحليم علي وجمال حمزه الكريس في النادي الزمالك. عايزين مهاجم هجام للزمالك، ده اللي عايزه عبد الرحمن. طيب نفسك في ايه تاني للزمالك؟ على فكره الكابتن حسين لبيب اهو ورانا رئيس نادي الزمالك. نفسك في ايه بقى تاني؟ نفسي اطلب من حضرتك طلب يا سياده الرئيس، ممكن نفسي في عطويه في النادي اللي انا حبيته من صغري واتربيت على الحب، مدرسه الفن والهندسه. الله. نادي الزمالك. الله. عايز ايه يا عبد الرحمن؟ قول تاني. بتطلب ايه تاني؟ نفسي في عضويه في النادي اللي انا عضويه. اه طب ده يعني العضويه كلها موجوده ورا مننا اهي. يعني مش انا حتى اللي مش هجاوبك الطلب ده عبد الرحمن. ده الدنيا كلها ورا مننا اهي قاعده معانا، هتدوا له العضويه ولا ايه؟ اهو اتفضل. بكره الساعه 3 فخامة السيد الرئيس، بكره الساعه 3 ان شاء الله نتشرف بوجود البطل، وهيبقى معايا كرنيه العضويه الخاص بيه. شكرا يا فخامة الرئيس. ايه تاني يا عبد الرحمن؟ ربنا يخليك. نفسي اطلع في استعدادات. طب قبل ما انسى عبد الرحمن، نعم، انت متوقع البطوله بتاعت النهائي دي بين الاهلي والزمالك مين اللي هيغلب فيها؟ مش انت عايز ايه؟ مش انت عايز ايه يا عبد الرحمن؟ لا. انت شايف ايه؟ الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك بالصفقات الجديده. مش متابع. ما انتش واخد العضويه بقى يا عبد الرحمن. لا لا لا. طيب ان شاء الله. نفسي اطلع في استديوهات تحليليه على طول مع الكباتن في الاستديوهات التحليليه لمباريات كره القدم في الدوري المصري. بص، كل سنة نفس المشهد. المشهد بالنسبة لي إيه؟ بالنسبة لي حالة أسرة، حالة حلوة، ناس قاعدة مبسوطة وبتضحك، وحوار وسيادة الرئيس مع الأطفال والشباب، والموضوع فيه عيلة عيلة. الموضوع يا جماعة أكبر من فكرة إن الصورة مش رسمية، يعني رئيس الجمهورية قاعد وكل القامات اللي في الدولة قاعدة، والموضوع مش رسمي، الموضوع عيلة، عيلة محبة لأولادها، دول ولادنا، دول إخواتنا. فالحالة دي حالة تفرح وتسعد. ربنا يا رب يحمي كل إخواتنا وأولادنا إن
الشباب ذو القدرات الخاصة الخارقة دايما بسميهم كده، ربنا يا رب يحميهم ويحمي أسرهم وأهاليهم اللي تعبوا واجتهدوا واشتغلوا عشان ولادهم يبقوا كويسين. بالتأكيد دائما وأبدا شكر موصول للدولة المصرية ولرئيسنا عبد الفتاح السيسي. طيب دي حكاية، حكاية أخرى. منذ ثواني، منذ لحظات قليلة، أعلن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق نادي الزمالك تجديد تعاقده مع النادي. الصورة أمام حضراتكم وهو يوقع تجديد العقود، هنجيب لكم التفاصيل بعد لحظات فيما يخص المدة. شيكابالا كتب على انستجرام كلمتين مهمين جدا هعرضهم لحضراتكم. الصورة فيها شيكابالا والكابتن حسين السيد والكابتن حسين لبيب وتوقيع العقود، وكان متوقع ان شيكابالا وهو لسه يؤدي بنفس الكفاءة ونفس المجهود، تحسش ان هو كبر كلاعب كرة قدم، لا بدنيا حتى جهز شيكابالا بنسبة كبيرة جدا. اما على المهارة فواحد من احرف واهم اللاعبين اللي في تاريخ كرة القدم المصرية. شيكابالا كتب ايه بقى على انستجرام على الحساب الرسمي بتاعه؟ قال: جمهور نادي الزمالك العظيم، او ده فيسبوك كمان اهو، جمهور نادي الزمالك العظيم، ادارة النادي الموقرة، استكمالا لمسيرة عمرها اكثر من 30 عاما بدأت منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم، اتشرف بالتجديد لبيتي الاول والاخير نادي الزمالك، اكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي، والذي لا يربطني به اي عقود مكتوبة، لكن العقد والعهد بيننا هو عقد ازلي بين ابن تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان اعشقه منذ الصغر. اقدم الشكر لجمهور نادي الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي والى الان، والشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك على تجديد الثقة، وأتمنى لهم التوفيق في إعادة نادينا الحبيب إلى منصات التتويج كما عهدناه على مر تاريخنا العريق. عاش الزمالك وعاش جمهوره. هذه كلمات شيكابالا مع توقيع تجديد تعاقده مع النادي، والصورة أخرى فيها نفس الثلاثي، كابتن حسين لبيب، كابتن حسين السيد وشيكابالا، ومعهم مدير الكرة كابتن عبد الواحد السيد. مبروك لنادي الزمالك، وبالتأكيد مبروك أكتر لشيكابالا. أكيد جمهور الزمالك يفرح بخبر زي ده. وبمناسبة جمهور نادي الزمالك، فقائمة نادي الزمالك لمواجهة الداخلية تم الإعلان عنها وهي كالتالي: في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي، في خط الدفاع عمر جابر، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، وفي وسط الملعب نبيل عماد دونجا، محمد اشرف رؤى، محمد شحاته، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيف جعفر، مهاب ياسر، مصطفى شلبي، احمد مصطفى، زيزو، وفي الهجوم يوسف اوباما وسامسون اكينيولا وناصر منسي. المستبعدين من هذه المواجهه لاسباب، او نروح الاول للاصابات. الاصابات: محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، زياد كمال، ابراهيم انضاي، محمود عبد الرازق شيكابالا. غياب للاستبعاد الفني: ياسر حمد، سيف الجزيري، متيابة، سيد عبد الله نيمار، واحمد حمدي، ومحمد عاطف. طيب دي حكايه. كلام كتير اتقال انه محمد علي بن رمضان ممكن يجي النادي الاهلي، محمد علي بن رمضان لاعب التونسي الدولي طبعا الرائع جدا ممكن يجي نادي الزمالك، كلام كتير يعني. طيب، وانه في كلام ان امير توفيق كمان تواصل معاه، الاهلي فعلا تواصل مع وكلاء اللاعب من أجل معرفة موقفه من الموافقة على الانتقال للأهلي من عدمه. وبن رمضان أبدى موافقته بالفعل أنه ينضم للنادي الأهلي. حصل فعلا تواصل بين محمد علي بن رمضان وأمير توفيق، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة وعقد مدته 3 مواسم للانضمام للنادي الأهلي. تمام؟ بن رمضان دلوقتي بيلعب في فريق مجري، وعقده بيمتد لحد 2026، بياخد راتب سنوي 240 ألف يورو سنويا، وإدارة النادي المجري عايزة تبيع اللاعب بناء على طلب من مدرب الفريق الحالي. فالأهلي
استغل هذه الفرصة، ومحمد علي بن رمضان كان هدف للنادي الأهلي منذ موسمين أو ثلاثة كمان، وهو لاعب من المواهب الكبيرة في تونس وكان بيلعب في الترجي التونسي زي ما حضراتكم عارفين. وغالبا محمد علي بن رمضان هيكون لاعب في النادي الأهلي في الموسم الجديد. طيب دي حكاية. حكاية أخرى، فيتور بيريرا هيمشي هيمشي يا كريم، ما مشيش لسه، هيمشي هيمشي في مرحلة كده اللي هي بتاعت ايه، انا هفضل اضايق فيك، انا هفضل اقريفك، هتمشي بمزاجك اهلا وسهلا، مش هتمشي بمزاجك مع اول مشكلة همشيك انا. ففيتور بيريرا ايامه، كل يوم اقول الكلام ده، ايامه معدودة في اتحاد الكرة المصري. بتكلم على فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية. طيب في خلاف حصل بين فيتور بيريرا، خلاف جديد تاني وتالت ورابع وخامس، بين فيتور بيريرا والأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. ليه؟ ده بسبب طاقم حكام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المباراة اللي إن شاء الله هتقام يوم 8 مارس اللي جاي. بيريرا عايز إيه؟ بيريرا عايز يدي المباراة لمحمد معروف حكم ساحة، وهاني عبد الفتاح وسامي هلهل يبقوا هما الاثنين مساعدين، وأمين عمر يبقى حكم رابع مع محمود عاشور ومحمود البنا في الفار. تمام تمام. جمال علام، وبصراحة أنا رأيي مع جمال علام ما أكدبش عليكم، يعني هقول لك ليه. جمال علام مش عاجبه الطاقم ده. ليه؟ هو بيقول لبريرة، هو أنت ليه حاطط الحكام المساعدين مش من الحكام المساعدين لما كانوا موجودين في كأس الأمم الأفريقية وعملوا مباريات كبيرة؟ جمال علام شايف إن الحكام المساعدين اللي المفروض يبقوا موجودين في هذه المواجهة هما الكابتن محمود أبو رجال والكابتن أحمد حسام طه، لأنهم مثلوا يعني أو كانوا يمثلوا الكرة المصرية في كأس الأمم الأفريقية وقدوا مباريات جيدة. عشان كده تم تأجيل حسم طاقم تحكيم المباراة لبكرة الخميس أو لحد يوم الحد بقى بعد أجازة الجمعة والسبت. فلسه في كلام على طاقم التحكيم، لسه كلام مش محسوم يعني، وبرضه بريرة أيامه معدودة. طيب لمنتخب مصر، كابتن حسام حسن استقر على قائمة المحترفين اللي هيبقوا متواجدين في قائمة منتخبنا لدورة دبي الودية. هو اختار 7 لعيبة محترفين. مين هم؟ محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش، وأحمد حجازي، ومحمد شريف، وحمدي فتحي، ومصطفى محمد، واستبعد محمد النني، وأحمد حسن كوكا، وسام مرسي. في حكاية فيما يخص محمد صلاح، حتى هذه اللحظة ما زال بعض الناس يكتبون إن محمد صلاح مش هينضم للمعسكر اللي جاي لمنتخب مصر، وبيحاولوا يقولك إنه العلاقة بين محمد صلاح وكابتن حسام حسن مش جيدة. طيب لو أقولك دي معلومة بقى، معلومة هتعجبك يعني. محمد صلاح ما زال مصابا مع ليفربول، ما نعرفش هيلحق المباراه اللي جايه في الدوري ولا لا. هو النهارده ما لعبش مباراه ساوثهامبتون في كاس الاتحاد الانجليزي، بس حتى ما نعرفش هيلعب المباراه اللي جايه ولا لا. ما نعرفش كمان هيبقى جاهز للدوره الوديه ولا لا، فممكن يبقى لسه مصاب. صح كده؟ محمد صلاح كده كده هينضم لمعسكر منتخب مصر اللي جاي في دبي حتى لو مصاب. هتقول لي ازاي؟ كده كده دي اجنده دوليه، فهيبقى عنده وقت يعني فاضي، بس هيبقى تحت امر المنتخب عشان يقفل تماما تماما الكلام الكتير والقيل والقال، وانه متضايق وانه متنرفز وانه زعلان وانه هيعتزل دوري، الكلام اللي اتقال كتير قوي ده. فكده كده محمد صلاح هيبقى موجود في المعسكر القادم لمنتخب مصر في دبي، سليم معافى او مصاب. خلصت الحكايه بتاعت محمد صلاح عند هذا الحد. والمناسبة محمد صلاح مستمر ككابتن للمنتخب، عشان برضه في كلام اتقال انه هيغير الكابتن حسام نظام الكابتنة والكلام ده كله. محمد صلاح كابتن منتخب مصر بقرار من الكابتن حسام حسن برضه يعني. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، قاعدة لذيذة كده، قاعدة فيها شباب رائعة جدا، مراسلين ومذيعين وناس لذيذة قوي يعني، هيعجبوكم قوي يعني، كلامهم في الكورة دايما حلو وانتوا بتحبوهم جدا كمان. هيكون معايا احمد كانو وابراهيم عمر وايمن مصطفى، خليكم معايا.
يا رب حضراتكم مرة أخرى. يشرفني ونورني في هذه الفقرة صحابي بصراحة، يعني هو التقديمة بتاعتها كده صحابي. أنا جايب صحابي النهاردة كلهم ناس نجوم وشاطرين، وحضراتكم بتحبوهم جدا سواء على مستوى شغل المراسلين أو حتى على مستوى شغل المذيعين. ناس شاطرة جدا، ناس موهوبة جدا، ناس أنتوا مرتبطين بيهم جدا في كل المباريات، في كل الاستوديوهات، في كل التفاصيل اللي هي علاقة بكرة القدم المصرية. عشان كده سعيد جدا وفرحان بالقعدة دي اللي غالبا عمرها ما هتبقى جد، مش هينفع تبقى جد أصلا بصراحة، مع أحمد كانو وإبراهيم عمر وأيمن مصطفى. كانوا منور الدنيا حبيبك يا مودة، شرف ليا والله إن احنا النهاردة قاعدين بقى بس حبيب. يعني قدام الكاميرا نفس القعده بتاعتنا بس قدام الكاميرا. بس ده ما يمنعش ان انا كنت بقول للشباب قبل ما نخش على طول ان انت عندك حاجات مميزه عمرها ما تبقى عندهم. ربنا يكرمك بصراحه كده، بس مش هنقولها. اديني حاجه واحده. ايه؟ قول لي حاجه واحده. قول لي ميزه واحده. كيمو منور الدنيا. يا كيمو ده بنورك والله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. امورك كويسه؟ لا والله كويس زي الفل والله. انا موصي ابراهيم يا جماعه قبل ما اخش على الهواء انه يبقى هادي النهارده، عشان لو ابراهيم ما بقاش هادي فيبقى في خطر على المكان كله يعني. خطر على مستقبله الشخصيه يعني. لا انا تمام وزي الفل والله. مبسوط اللي انا موجود معاك ومع كانوا ومع ايمن، يعني كانوا النهارده فنان. صح؟ فنان او العظيم. انا واضح ان الاشاده كلها على والله ده لبس النوم يا جماعه. علما بقى ان ايمن مصطفى هو اللي واخد النجوميه كلها النهارده. فين بس؟ الراجل ده يا جماعه يعني لو منتخب مصر ما اداش كويس في كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار، فايمن مصطفى هو اللي شرف كل المصريين في كوت ديفوار. صح والله. وشغله صح العظيم. صح والله. زميلي العزيز خالد رزق كمان ده. خالد عظيم. طبعا نجم. خالد عظيم. تصدق والله انت كده شايلتني واحده عند خالد. بس خالد ده خالد ده الجميل الشاطر. بص طبعا. بص عمل ايه؟ بص عمل ايه؟ لا لا والله لا ده حقه يعني. ايوه لا حقه. وانت كمان حبيبك لفت منك حلوه والله. لا طب وبصراحه يعني بس انت خلاص شايلتني عند خالد. خالد بس ايه في الاخر هيحبنا. صح شايلتني. بحبك انت منورين الدنيا. سعيد جدا. اخباركم ايه؟ كله تمام. هنتكلم في ايه؟ مش زي ما بنتكلم. شفت عايز ايه؟ انا شفت عايز ايه والله. انا شفت تختم. طيب انا عايز اسالك سؤالك يا اتفضل. شغل المراسل وشغل المذيع، يعني انت اشتغلت الاثنين. ايه الفرق اللي بينهم وايه الصعب وايه السهل في الاثنين؟ شغلانه المراسل اصعب بكتير. اصعب بكتير. انت عارف انا بعتبرها انك كانك جندي قائد بتاعك رماك في ميدان المعركه وقال لك عيش. لان احنا للاسف يعني شغلانه المراسل بجد في مصر صعبه، علشان انت التولز اللي بتبقى متسهله للمراسلين بره كريم والحاجات الامكانيات اللي هو انا ببقى عارف ان انا معايا بعد الماتش فلان وفلان وفلان، فعارف ان هو هيجي يوقف لي اصلا ان هو مستني ان انا هعمل معاه الانترفيو. وبعدين الامكانيات بقى بتاعت الانديه كلها مفتوحه لك، انك بتدخل كل الاماكن، عندك اكسس انك تعمل كل حاجه. ده مش موجود في مصر طبعا. طب الموضوع كله خلينا نتكلم ده هدفك الشخصي. يعني بتبقى بشطارتك وبتبقى كمان على حسب الحاله النفسيه. ما هو النهارده انت بتعمل حاجه مع فريق كسبان. فالناس عامله لك اعمل اللي انت عايزه. صح. عايز تسجل مع نجم الفريق سجل، عايز تخش جوه اوضه اللبس يدخل، لكن الفريق خسران ودي حاجه مهمه برضو المشاهد عايز يتفرج على ده. تبقى صعبه جدا. فبشوف ان لا شغلانه المراسل اصعب بكتير. يعني الفريق خسران ده هتروح للاعب خسران ولا حاجه تقول له مساء الخير يقول لك مساء الخير؟ ده مساء الخير قوي بقى. تقول لي مساء الخير وانا خسران؟ ده بقول لك ايه؟ مش ايوه صح. انا فاهم. رغم ان الموضوع ده عادي جدا يعني. الكره اصلا مكسب وخساره، فانك تقعد تتكلم مع حد بقى. الناس عادي بره في انجلترا مثلا في اسافه الحاجات اللي هي اللي ما اعرفهاش دي تمام، اللي هو بيبقى خسران عادي بيتكلم معاك عادي جدا ويقول لك اسباب الخساره كمان وتبقى الدنيا سهله. صح. احنا العمليه عندنا. انا كمان بكلمك على ان احنا مصر دوله متقدمه جدا في الكوره في افريقيا ومتطوره جدا على مستوى الامكانيات دي. انت انا يعني متاكد ان ايمن كان بيعاني عناء كبير جدا في كاس الامم الافريقيه مثلا. انا هجيله. يعني انت بتتعامل الموضوع صعب قوي. طيب ابراهيم انت عديت على كل حاجه بقى، عديت على الاهلي وعلى منتخب مصر وسفر وروسيا وكاس عالم وكاس افريقيا كل حاجه تمام. ايه الصعوبات بقى اللي الحمد انت الحمد لله طبعا بحسدك يا عم. انت ليه حسيتني بحسدك؟ بس قول ما شاء الله يعني جامد يعني. بس قول ما شاء الله. بس ما شاء الله ما شاء الله. امسك الخشب. امسك الخشب. ايه الصعوبات اللي بتواجهها بقى في شغلانتك كمراسل؟ ده بيبقى في حاجه كتير قوي. بس انت عشان الناس بتبقى فاكره انه ايه شغلانه المراسل دي لطيفه، ده الراجل ده رايح يعمل لقاء مع مدرب منتخب مصر مع محمد صلاح مش الحاجات دي فاكرينها اللي هو ايه تيجي كده اللي هو انت بتقول هتقولي محمد صلاح هنا يقف هنا اعمل معاه لقاء. لا هتقولي محمد صلاح يقف هنا. فاهم. هو بيبقى فاكرينها اللي هو ايه ده انا بنشوفش خياله وهو معدي حد. صح. لا انت بتتكلم انت بتتكلم في انت اولا اول حاجه يعني الاختلاف زي ما كانوا كده قال الاختلاف ما بين المذيع والمراسل. انت كمراسل في الملعب انت كل حاجه من دماغك. طالع هوا. فممكن الجمله تخونك. الكلمه تخونك مثلا يعني بدل ما تقول النهارده ممكن تقول غدا ممكن تقول امس
مفيش حد بيلحقك في الايربيس خلاص انت معد نفسك انت مع نفسك طلقه طلعت خلاص هي راحت خلاص ولا هيسال السؤال بالظبط بالظبط كده لو واحد ديف معرف وسالته سؤال ما عجبوش انت المفروض كمان تمتص غضبه انت تقابلت ده كتير قابلت كتير اصلا رمي لي قصه شهيره جدا رمي لي قصه شهيره احنا قلناها قلناها حكيناها قبل كده يعني ما هي بس هي هتقولنا يا جماعه الصوره دي عشان كنا مجهزينها بتاعت ابراهيم ادم هو دخلنا فيها يعني الصوره بتاعت ابراهيم والكابتن رضا عبد العال لا انت بتتكلم من طب ليه السؤال كان ايه انت كنت سني فيه لا لا انا عايز اعرف اهي هم جابوا لك سؤال الكابتن رضا عبد العال انا اسف والله ان انا اقول بس كابتن رضا عبد العال ملامحه عامله ازاي من ابراهيم مش من ماتش ما تمشي بقى يا ابني انت عايز مني ايه لكن انت تحكي لي الموقف كان ماتش ايه وكان ايه اللي حصل ده كان ماتش في الدرجه الثانيه الموسم اللي قبل اللي فات لما طنطا كان نزل للدرجه الثانيه طنطا ساعتها كان قبل الاخير كان بيلعب نجوم المستقبل في ملعب نجوم المستقبل في 6 اكتوبر خد 9 هناك في 6 اكتوبر فالماتش ده طنطا لما خسر بقى الاخير رسمي ماشي في وخسر 1-0 حلو فكان ماتش كده كان ماتش غريب يعني كان ماتش غريب وانا كمان كنت رايح الماتش يعني انا موجود من التسخين وانت دايما مقريف يعني بس انا موجود من التسخين انا بحب الماتشات دي والله بحب اروح فموجود بالتسخين يعني ما رحتش مثلا متاخر شويه الماتش كان بدا ما كانش هوا الماتش كان متسجل فانا رايح من البدايه خالص يعني ماشي الماتش بدا يعني الماتش كان بتاع فرقه النجوم حتى كمان هم كسبوا امام بضرب الجزاء بجينا حتى ساعتها كان ماسك النجوم كان امير عزم جهت ماشي يعني اخويا حبيبي ببعت له السلام امير كان هو اللي ماسك امير كان متنشن ساعتها الدنيا ما كانتش ماشيه معاه وحتى جيت بعد الماتش بقول له امير نسجل قال لي يا هيما والله ما اقدر اتكلم كابتن رضا كان معدي بقول له كابتن رضا ممكن اسجل كابتن رضا كان خسران 1-0 فبقول له كابتن رضا ما عمل تغيير نزل مساك انا كنت فاكره من الدوري فكان جنبي لعيب كده جنبي لعيب من الاحتياطي فبقول له انا مش نزل ده مساك ونزله فيرود اصلا نزله فيرود قال لي جوزيه عمل لا ايوه جوزيه خدها جوزيه عمل ده وائل جمعه قعدنا فتره بيلعب جنب فيليكس قدام مش فيليكس ده بعد فيليكس بشويه فلافيو لا احمد فيليكس الناشئين مش احمد فيليكس فيليكس الناشئين اللي كان طالع جامد ده في جيل في جيل انا وانت وانا لا انا عشان مشيت وراك انا غلطان معلش فيليكس ما تمشيش ورا بقى تسلمش على اخر حلقه بص فيليكس كان طالع كان عماد متعب اتصاب في ماتش في الفرقه 20 سنه وفيليكس هو اللي كمل الدور الثاني لعب الدور الثاني كله جاب جون واحد ماشي وائل جمعه اللي كان بيلعب احكي لي بقى ايه اللي حصل مع رضا عبد العال كابتن رضا بقول له كابتن رضا هاتوا الصوره ثاني يا شباب انا كنت حتى مقدم يعني انا مقدمه بقول له واحد من نجوم الكره المصريه نجم مصر نادي الاهلي والزمالك كابتن رضا عبد العال مدير فني نادي طنطا برحب بحضرتك على شاشه تايم سبوت صوره جديده الوضع بيتأزم اكتر بالنسبه لا 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 قلت له خساره جديده للنادي ده كان الماتش الثالث او الرابع ورا بعض يعني على التوالي بيتغلب انا مقدمه كده والله فبقول له الوضع ايه دلوقتي هو السؤال فلقيته راح باصص لي كده وضع ايه قال لي ايه السؤال الرخم ده عامل كده رحت انا سكت خالص انت مش عارف تقول له ايه لا انا سكت خالص قلت له طب كابتن رضا هعيد على حضرتك السؤال ثاني عدت الجمله اللي انا قلتها لكم دي كلها نفس لا عدت الجمله بقول له يعني انا انت 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 واقف في لعيب في نجم قدامك فانت بتقدمه بتقول له واحد من نجومك انت عارف ان هو خسران وكابتن رضا يعني بتهديه بقى شويه انفعالاته يعني بتطلع في وقتها يعني انفعالاته حاضره فانت بتفرش له الدنيا يعني راح عايد القصه تاني راح قايل برده رد نفس الرد بيني وبينك للأبانة وانا اول مره بقولها انا كنت واقف قدامه والاول مره في حياتي اعملها وان شاء الله تبقى اخر مره انا وانا واقف قلت له يا انت ليه في بالي ما هو انا اما يترد عليك الرد ده انت عدتها مره والثانيه وايه السؤال الرخم ده السؤال رخم قوي اصل بعد اللقاء بعديها اصل انت رخم قوي فانت ما سبتوش بقى لما جه لا تعالى بقى هو قال لك ايه قال لك وضع ايه قال لك وضع انا معايا نيمار وميسي ومعايا ما اعرفش مين ومعايا مين ومعايا مين انا مالي انا ليا بكوره ماتش انا قاعد بتفرج عليه وماتش انا شايفه انت ما عملتش حاجه في الماتش وانت اتغلبت يعني ما انا ماليش علاقه بالقصه دي كلها طب الكاميرا اتطفت خلاص لا ما ينفعش اصلا لا ما ينفعش ده حلو السؤال ده انا الكاميرا اتطفت الكاميرا اتطفت دي مش هينفع اكمل منك ولا منه مننا احنا الاثنين لا مننا احنا الاثنين بس هو اللي بدا
انا متابع بضحك ليه قوي كده انت متخيل المشهد لا متخيلك متخيل لا هو اللي جاب على الهوا فانت تحت الهوا انت فاهم ايه انا قلت لك انت ليه على الهوا وعلى فكره الهوا ايه على فكره هقول لك على حاجه انا اللقاء ده كان متسجل واتذاع بالليل فانا يعني طلبت من الناس عندنا مشكورين قلت لهم يا جماعه انا حصل معايا 1 2 3 لان انا حصل كمان بعد اللقاء لا 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 انا عمري ما طلبت والله يا كانوا والله لو فيها ايه اصل انا واقف المهم طلبت ايه طلبت اللقاء يتذاع حلو اتفرجوا على انا طلبت كده اتفرجوا يا جماعه على اللقاء حلو لو انا غلطان في حرف غلطان في حرف سلموني للناس على الهواء طلعوني انا الغلطان كده بقى لا تمام تسلسل عادي بس يعني بقى. انا بقول لك لا انت هبان انت غلطان ولا مش غلطان تمام يعني من اللقاءات اللي انا اتبعت لي عليها الناس بتشكرني جميل اللي هو بقى على الهدوء انت كنت مصر انك تجيب عالي واللي انا بتكلم وبنتكلم في لا واضح انه بعد الهواء كان انت عندك الهدوء ده كويس إيه؟ جدا لا بقى ما هو بعد الهواء ما ينفعش كده ايه طيب نروح بقى الراجل اللي شرفنا في كنت بار هو وخالد ده معلش هو وخالد رزق الناس فانت خرجت من نروح بقى الراجل اللي شرفنا طبعا بغض النظر لا لا بقول لك احنا نسيب الراجل اللي فضحنا ونروح للي شرفنا يعني خش على عينه على طول لا 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 يا جماعه نروح بقى للنموذج انا عايز اقول لك حاجه بس كانوا في نقطه الكلام ده اللي بعمله مش انت اللي تعمله نروح بقى للنموذج اللي فهمنا انا غرق الناس في بعض شوف بقى المناسب انا قلت لكم يا جماعه من الاول ان القرار ده صعب يبقى بجد يعني اتفضل انت عايز تقول حاجه هو قال خالد رزق بس ما قالش اسمي انت ليه انا كنت مع 24 ساعه اسمك ايه ثانيه واحده اتفضل انستغرام ولا ايه امسك المايك والله مش مبالغات ده اول واحد كان احتفاليه الاهلي بيكرم كل الفرق بتاعته كنت انا لسه بقى يعني جاي بتعلم امسك المايك ازاي انا لغايه من وقت قريب كنت بمسك المايك كده كنت بحطه في اصلا كان عندي المشكله دي فده قال لي خد المايك واعمل لقاءات مع اللعيبه وتشجع فوالله ما كلام يعني مش عشان انا بشكر في خالد جاي طب لزمايلي لا حق ربنا ده اول واحد واقف جنبي حتى هو يقول لك يعني كانوا بيمثل لك ايه مش فاهم انا مش فاهم انت ايه يا معلم في حياتي بجد والله كانوا ايه ألذ واحد في حياتي تمام حاسس انا صوت واطي شويه مش لا عادي هو اكيد لا ما النفس معاه ايه الذ يعني ايه ممكن تقول خطيبته ايه الذ مش عارف ما لهاش ايه الاضافه اللي ضافها ايوه انا نفسي اتكلم بجد دم في حياتي نفسي اتكلم بجد عملت ايه في كوت ديفوار كوت ديفوار الدنيا الناس كانت فاكره برضو انت العمليه سهله بالنسبه لك انا عارف ان انت كنت هناك متمرمط رايح جاي ومتبهدل يعني عمده ابيجان وجو حر وميكروباصات واوتوبيسات وحكايه ما سيحش ليه عادي يعني طيب. انت راجل مجاهد يعني بعمال تكلم يا عم انت مش اتمرمطت هناك وحصل كذا كده انا لسه هقول يعني. سيبوه يا جماعه سيبوا الراجل اتفضل يا ايه الحبا كلمه اللي انت تبقى مع المنتخب خلاص تمام انا اتفضل 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 اللي انت تبقى مع المنتخب من اصعب الحاجات اللي في الدنيا يعني حتى ابراهيم يقولها لك لان انت في الاخر احنا مشجعين يعني انا كمان ايوه صح مش انا موجود مع المنتخب كده بعمل شغلي لا انا بطلع من الماتشات يعني الاربع ماتشات بتوع المنتخب انا طالع حتى هو بيشوف كان لينكات بعد الماتش كان شكلي عامل ازاي ادرينالينك عالي مشدود فانت زي ما هو بيقول الكلمه اللي بتطلع هي اشبه بالطلقه وانت برضو مطالب ان انت تبقى بتوزن كلامك صح الناس يعني انت قلبة على المنتخب قوي الناس مش عاجبها المنتخب لما بتبقى شغال مع الانديه بتبقى اعصابك هاديه ومش فارق معاك يكسب يخسر معلش ما فيش ناس لكن ده منتخب مصر انت شعورك زي شعوري بالظبط حتى لو بتشجع نادي كمان حتى لو بتشجع نادي سواء اهلاوي ولا زملكاوي فانت مع مراحل الشغل توصلت العادي النادي يكسب النادي يخسر خلاص طب انا هحكي لك واقعه من ضمن الوقائع بعد ماتش اول ماتش فانا طالع كان مع زميلنا طبعا العزيز كريم خطاب لينك بعد الماتش فانت اللي ربنا بيكرمك تقوله بتقوله يعني ممكن تشيد بالعيب ممكن تنتقد لعيب تتكلم الناس كانت بتقول ايه بتنقل اللي انت شايفه يعني فانا جيت على امام عاشور جدا انا وكان ليه لان انا طول الماتش عمال بكلم صحابي على الواتساب امام لازم ينزل امام لو نزل الشكل المنتخب هم دول اللي بيسخنوني فلو امام نزل الشكل هيختلف تماما عشان انا مضطر اقطع انا اسمه مضطر هقول لك بالعكس ده انا والله مضطر اقطع معلش مع استاذ ايمن مصطفى هو صاحب القعده استاذ ايمن مصطفى راجل شاطر شطاره مش طبيعيه اسوا حاجه في العالم ممكن تعملها انك تتفرج على مباراه مع ايمن مصطفى تحديدا لو مباراه الارسنال هو المشكله هو المشكله مش في انفعالاته اثناء المباراه هو المشكله يا عيني في الناس اللي بتتعذب مع الواتساب هو كل كره بتتشاط انا قلت لكم مارتينيلي مش عارف ايه الكره اللي بعدها انا قلت لكم جيسوس ده لازم يخرج الراجل ارتيتا ده ما بيفهمش كوره طول الوقت ايه ماسك الواتساب فويس نوتس انا عشان بكلم مين هو واضح ان هو بيبعته من نفسه عشان يفكر نفسه لو نسي انه كان شاتم في دوت الماتش اللي فات يفتكر الماتش اللي بعده انا بموت في الحاجات دي عشان كده انا قلت له انا عارف صحابك اللي على الواتساب المهم
انا اسف. فانا جيت بعد اتكلمت على امام يعني كان المنتخب كله كان في حالته ما عدا امام عاشور ده اللي كان وحش قوي. تمام. فحتى لقيت بابايا باعت لي بيقول لي يا ابني هو انت اهلاوي؟ اهلي حقنا يعني اهلاوي جدا يعني. فقال لي هو المنتخب كله ما فيهوش بس ايمن محايد. اتفضل. لا انت عارف انا في المحلي هو ارسنال بس هو ارسنال ده نمره واحد بالنسبه لي يعني. فلقيت لك صفحات طبعا الاهلاويه ولو حصل لو انا كنت انتقدت لعيب في الزمالك نفس الحاجه هتحصل انت فاهم الدنيا عندنا طبعا بطبيعه شغلك. فلقيت لك صفحات اهلاويه سلخني وانا مش متعود ان انا اتشتم يعني الموضوع حز في نفسيتي جدا. انت بتشتغل بشكل بروفيشنال جدا ومهني جدا فما عندكش ما تعرضتش قليل قوي يعني. فابتديت ايه فاتكلمت مع امام بعت له على الواتساب قلت له انا عايزك تبقى متاكد ان انا ما كانش في دماغي اي نيه سيئه يعني انا مش عشان بقى ايه زملكاوي مثلا فانا بحاول يعني يعني المع بقى لعيبه الزمالك وانتقد لعيبه الاهلي. فجالي بعد ماتش كاف فيردي فقال لي عايز اقول لك على حاجه احنا جزء من شغلنا ده انا لا اتضايقت ولا الموضوع يعني تمام اللي قالك انا اتبسطت جدا هايل. لان أنا ممكن عقليه اللعيبه عندنا يقول لك لا انت مطالب ان انت تلمعنا ايا كان الوضع ايه انت فاهم انك تبقى موجود مع المنتخب مشكلتها في ايه مظبوط المنتخب مش في حالته المنتخب مش حلو فالناس سلخه لعيبه المنتخب لو انت طلعت قلت كلمه حلوه الناس هتتكلم عليك ان انت بتطبل للعيبه صح لو انت انتقدت اللعيبه انت معاهم فانت وشك في وشهم صح. فهتتعامل معاهم ازاي انت برضه في وضع صعب جدا معلش انا اسف قطع كلامك معلش انا اسف قطع كلامك النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي ما هو برضو الواحد عايز يوصل للعيبه احنا مش من ماليزيا ما احنا مصريين ايوه ايوه طبعا واحنا المنتخب ده حاجه تانية خالص فاحنا اذا كنا بننتقد يعني اذا كان لحد طالع من متعشم حب في اللعيبه وانا عايز منتخب بلدي يكسب اكملك فايمان قال لي لا انا ما زعلتش تماما ناس بعتت لي وقالت لي ان الكلام اللي انت قلته لان انا كان الكلام واضح يعني انا انتقدت صلاح شويه قلت الناس اللي كانت موجوده معانا كانت متعشمه انها تشوف حاجه من صلاح خاصه اغلب الجماهير في كوت ديفوار وغانا والكلام ده كله جايين ماتش مصر وموزمبيق الاولاني ده هم جايين عشان صلاح يعني بالنسبه لهم ده التارجت الاولاني انا جاي اشوف ماتشات المنتخب عشان اشوف نجم ليفربول نجم الشباك وهو بيتالق فقلت الناس كانت محبطه شويه ان صلاح ما اداش قوي حاجه اول ماتش وامام كانت الناس برده عشمانه انه ينزل ويغير الشكل لكنه كان بعيد عن 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 مستواه ما كانش في احسن حالاته انا في لقطه عايز اقولها خلاص امام عاشور لا كنت هقول لك على نقطه واحده قدامي خمس دقايق خمس دقايق بس لا بضحك طبعا فالمهم نختم بقى فهو فقال لي فهو كلام قليل انا فهو بيقول لي لا انا بالنسبه لي عارف ان طبيعي ناس بتنتقد وناس وصلت لي الكلام لكن انا عارف ان جزء من شغلنا ان احنا ناس بتنتقدنا وناس بتشيد بينا فعجبني قوي عايز اقول لك لقطه وهكمل معاك الكلام بالمناسبه احنا اليوم يومك يعني اتفضل بقالك كتير ما بتتكلمش يعني انا سيء والله لا عشان ده مش عادي اللي حصل خلي بالك اول خمس دقايق دول ايوه بقول لك هم اصلا هم بيتكلموا كتير فانت المفروض تاخد حق اكبر من كده يعني بص اللقطه ديت لايمن مصطفى وبعد كده نرجع نعلق عليها لقيت ايه رايك سوبر ايجلز سوبر ايجلز اللقب بتاع نيجيريا سوبر ايجلز يعني هو احنا كنا بنعمل لقب سوبر ايجلز ماشي كنا بنعمل لقاءات مع الجاليه النيجيريه خدنا عايز اقول لك مشوار حوالي ساعتين ونص بابيدجان الزحمه فيها مش طبيعيه الجو ساعه جدا ساعه جدا انت بتستحمى اربع مرات في اليوم مينيمم والله العظيم منين رطوبه مش طبيعيه لا الجو مش ادمي يعني المهم رحنا الجاليه النيجيريه عملنا معاهم لقاءات وبتاع ولقينا اخو اجاي برده كان لذيذ جدا واتكلم معانا وبتاع فبعد ما خلصنا فانا قلت هاخد معاهم صوره جماعيه قلعت تي شيرت القناه لبست تي شيرت ارسنال لقيت لك الناس بتحط عليا الدرامز ويقولوا لي هتقول مش عارف ايه بقول لهم ايه الهتاف اللي عندكم يعني الهتاف المشهور عندكم سوبر ايجلز في لحظتها جت هم المصور معايا خد الموبايل وفي لحظتها عملتها هي جت تلقائيه يعني الزعامه ايمن مصطفى عادل شكل النيجيري الزعامه ايمن مصطفى المشكله بقى في الكومنتات ايه بقى ناس بقى بتشتم فيك ان انت المشكله في ايه نيجيريا كانت هتقابل جنوب افريقيا فاليومين دول جنوب افريقيا طبعا في قلوبنا كلنا عشان طبعا موقفهم وسندتهم لاخواتنا في فلسطين فناس بقى ايه قالت لك بدل ما يشجع جنوب افريقيا راح يشجع نيجيريا
فقلت له يا عم يعني انا كنت عايز ارد بس قلت هقعد ارد على الناس دي كلها ليش قلت خلاص عادي تمام اتشتم وخلاص طيب لا وبعدين هو كان مسيطر في كوت ديفوار خلاص انا شايف ان هو البلد بتاعته فالفاينل كوت ديفوار ونيجيريا فانا قلت بس ايمن في الفاينل جمهور كوت ديفوار هيقلب عليه لقيت الحمد لله الدنيا مشيت الحمد لله رجع بس تشيرت كوت ديفوار وقتها طبعا مشيت دنيتي الحمد لله تلون تلون لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل خليكم معانا لسه مكمل معايا المميزين احمد كانو وابراهيم عمر وايمن مصطفى الناس الشاطره جدا كانوا انت وتري عندك موقفين مهمين جدا واحد مع ايمن مصطفى وواحد مع ابراهيم عمر وايمن مصطفى ده ليه علاقه بساديو ماني اتفضل احكي هبدا بايمن لان ايمن قصه ايمن دي كانت قصه جامده جدا يعني ايمن يا كريم في كاس عام 2019 دي كانت تقريبا بدايه صداقتي انا وايمن يعني كنت انا بشتغل في مكان وهو بيشتغل في مكان واحنا الاثنين بنغطي البطوله المهم ايمن كان من الناس المجتهده والشاطره جدا الحقيقه يعني دايما بيسعى ان هو يعمل انترفيوز مع لعيبه وانا كنت دايما يعني ايه بنسلم بعض انا هو انا مثلا خدت محرز اسيبه هو يروح رايح على في جولي انا اسيب في جولي فاهم كنا عاملين شغل دويتو حلو قوي هايل في السنغال سفيان في جولي السنغال كانت قويه جدا السنغال كانت قويه جدا اعلاميا يعني كان في عدد صحفيين سنغاليين كتير جدا جايين بقى حاسين البطوله السنغال هتاخدها فايمن بدات تبقى فيه بينه صداقه وما بين الصحفيين السنغاليين ومع ساديو ماني يعني عارف انت سادي ما يبقى معدي مثلا ايمن لا مش للدرجه دي طبعا انا اصلا بقول لك هحكي لك الجزء الاول من او من الجانب بتاعي بعد كده انت كمل بقى المشهد الجميل ماشي. انت كلمه السر في المنطقه المختلطه بتاعه اللعيبه وهم معديين عشان اللعيب يقف لك ان انت تناديه باسم يعني في بعض المراسلين كوتش قال لهم نوت ذا كوتش كابتن انا مش الكابتن فهمت هو مش عارف يعني ايه انت بتنادي اللعيب بتحاول مش عارف اسم اللعيب ايه مثلا ادريس اجانا جاي معدي الشيخ اكوياتي فلو ما ناديتوش باسمه مش هيقف لك فالمهم ماني معدي انا قريت القران كله والله لا تتخيل يا رب ماني وقف لي عارف بقى جاء البيان التالي ماسك المايك فوقفت حطيت المايك لساديو ماني وقفت اعلاميين السنغال كلهم واقفين بعديه فطبعا هم خايفين ان ماني ما يقفش تاني فطبعا لقيت كل امه لا اله الا الله بقت في داري انا سالت السؤال فقلت له كان بيلعبوا بنين فبدل ما اقول له بنين تيم بقول له دي بنينيس تيم حبيت اجاوب زي ما اقول مثلا بدل ما اقول انجليزي تيم ايجيبشن تيم فاول مره اقولها له شفت السوبر تاني واحده بنينيز فهمت فقلت له بنين تيم لسه بيجاوب على اول سؤال ولسه بقى هجود وابتدي اخش في الموضوع ماني وقف لي وبتاع لقيت لك يا باشا الناس دي كلها زق انا البانيرات قدامي عمال بعمل كده هو بقى يحكي لك الموقف بقى بعد كده انا بقى الكوميدي اللي بعد كده الكوميدي بقى في الموضوع كريم ايه ان خلاص ساديو ماني ما كانش هيسجل وايمن تقريبا لحقوا على اخر مكان في الميكسد زون فوقف بقى خلاص هيكلم فكله طبعا ايه جاهز ورا ايمن ايمن لما يخلص هنحط بقى المايكات وكله هيسال ولا معايا هم ابتدوا يحطوا وحتى معاي. كمان راديو السنغال لما كان بيقف لان هو ده كان اكتر حاجه مميزه راديو السنغال ده كان لازم بيعمل معاهم البايت يعني بعد الماتش على طول فالمهم ايه انا فجاه بتكلم وواقف على جنب كده بحاول بقى انا كمان احجز مكان لقيت ايمن وقع خد البانر اللي هو المفروض يبقى حاجه بتاعه وراح وقع وقعه انت مش متخيل بقى انا عايز اقول لك بقى الفكره سيبك بقى من الوقت طبعا والله صعب علينا كلنا بس انا الفكره ان ساديو ماني حاسس ان ايمن اللي بيعمله ده مؤامره ما هو وقع جنب رجله وقع جنب فراح لا هو الفيديو هو في فيديو موجود انا لما وقعت قالك بس مراسل بعت لي يجيب لي رباط صليب يعني اصلا عارف الاطفال لما بيسجدوا ما بينزلوا فاتين جسمهم فانا نزلت منكب على وشي فطبعا ماني اتفزع راح جاي نطت لفوق فانا قلت ماني وقتها كان بقى بيتقال ان ماني نصير الغلابه صح وانه انسان جدا والله على الاقل اديني فلوس اديني بصه كده وخد بعضه مش انا وقتها حسيت بمهانه لا تتخيلها انا بجد مروح من التجمع لاكتوبر طول السكه طب انا ايه اللي بعمل ايه الشغلانه دي انا ايه اللي جايبه لنفسي عشان انا لا وليه ساديو ماني ما شدنيش انا مستني كده ده قلت هيقوموش ويعمل معايا لقاء لوحدي انا توقعت كده والله وطبطب عليك وبتاع لقيت طبعا ولا اي حاجه بص لي كده راح جاي واخد بعضه ومكمل عادي هو الزياده كريم على ده ان الصحفيين كانوا ما بقوش طايقين ايمن ما حدش عايز يقومه ما هو ساديو ماني كان هيسجل فلما ايمن وقع مشي قفش فمشي فخلاص بقى فالناس ثانيه يا عم ايوه فعايزين يا عم حاسب انا مالك فيك يا اخي خليك بقى زي ما انت ابراهيم انا ليا موقفين معاه الاثنين شبه بعض هو ممكن يكون ما يعرفش عنهم حاجه يعني في مره احنا كنا بنشتغل في قناتين بس كنا بنبقى عارفين مثلا نفس الاوردر ده موجود في ابراهيم ماشي. في اوردرات ساعات بتبقى الصبح كده يا كريم اللي هو ايه بتبقى عارف ان المصور هيحق انا هحكي لك بقى اسرار بجد ومسلسلين المصور هياخد انسرتات فانت مالكش دور خالص بجد الا لو
قال لك مش عارف في مين. استنى بس عشان بحب اشرح للناس شويه لقطات كده من المكان من الضيف بتاع بياخد لقطات بايت وما اعرفش راديو لا عشان ترجم للناس بس عشان انت خلاص بقى انت في ايه خلاص ايه بس بتكلم الناس يا عم الكرسي الكرسي مبدل انت ناس تقولهم بوكس تو بوكس واحنا قاعدين ابراهيم لا مش الدرجه قبل الدرجه ايه يا حبيبي قال لك اهدى بقى والله مدي له الحبايه قبل ما ندخل انت مش قلت لي احنا قاعدين احنا اصحاب مع بعض بس برضه ما ننساش ان الكاميرا شغاله طيب ماشي معلش احنا غصب عننا هو قلبها بتاعت الروف على الدور انا عارف اتفضل فالمهم ايه بيبقى مثلا المصور هياخد بقى شويه لقطات وانت مش ضامن انك تعمل انترفيو مع حد تمرين مثلا ماشي. تمرين منتخب وانت عارف ان محدش هيصور حل. فاحنا بنعمل ايه بصراحه يعني كلنا بقى فما بروحش مش كلنا يعني مصور. اتكلم عن نفسي عشان ما الناس دي انا وابراهيم تحديدا انا وانت في الامان اتكلم عن نفسي الليله وهو برضه يتكلم عن نفسه ماشي. انا لغايه دلوقتي اللي في مكاني ماشي. المهم بس احنا المهم ان احنا نطلع من هنا يا سلام ايوه المهم ان انا ايه اليوم ده الناس بتشوفنا اليوم ده عارف ان ابراهيم رايح ماشي تمام ماشي فحد كلمني في القناه عندي كانوا انت فين فانا طبعا ايه انا ما كنتش بقى رحت فقمت مشغل التلفزيون على صوت عالي وبتاع ايوه انا في الملعب قال لي في الملعب فين قلت له في الملعب بياخد بس انسرتات وبتاع وهنمشي حد هيسجل قلت له ما حدش هيسجل قال لي مين مراسل اون هناك قلت له ابراهيم عمر تمام اقفل يا كان بالليل جالي خصم فانا عايز اعرف الخصم ده جه بكلم بقى ابراهيم بالصدفه عامل ايه يا ايما مش عارف ايه الحمد لله عملت ايه النهارده الاوردر كان كويس قال لا ده انا ما رحتش والله ده اتبدل انا رحت ما اعرفش فين ومش عارف مين راح يخرب بيتك طب ما تقول لي ان انت مش رايح انا بعت البيع على حسك بعت البيع على حسك ان انا في الملعب فلبسك فلبستني من غير ما انا مالي انا ما اعرفش حاجه من غير ما اقصد هو الراجل كان ملتزم وانا ما كنتش ملتزم انا ما اعرفش حاجه اصلا طيب عايز اسالك على حاجه يا ابراهيم اتفضل يعني الناس دايما تقول انه المراسلين بيبقى عندهم كثير من كواليس اللاعبين والمدربين اللي من الناس كتير ما تعرفهاش يعني في حاجات بتنفع تطلع على الشاشه وفي حاجات ما بتطلعش على الشاشه ايه الحاجات اللي ينفع دلوقتي تقولها ما كانتش طلعت على الشاشه قبل كده على قد ما تقدر يعني انا عارف ان مشكله انك دماغك دايما بتروح في حتت صعبه جدا هو بيفكر بس ان هو كلهم قالوا على الفيسبوك بس ايه اللي ما قلتوش على الفيسبوك طب اقول لك اسيبك تفكر اسيبك تفكر ايمن اسيبك تفكر لا قول لي موقف للكابتن عادل فتحي لا عادل فتحي خطير لا خطير خطير يعني اقل موقف احكيه لك انا مش عارف احكي لك ايه بس مثلا ممكن احكي لك ابسط موقف ماشي هو كان مع كابتن مختار مختار كابتن مختار يعني شخص مؤدب فوق ما انت متخيل يعني عارف ايه انت مجرد ما تعملها تحس ان هو ابوك انا عايز اعمل لك تفطر عايز اعمل لك اي حاجه ماشي فالمهم ايه كانوا بيلعبوا ماتش ودي هما كان عندهم الـ الاداري كابتن مصطفى هنداوي تقريبا انا فاكر القصه دي وعارف فهو ايه هو اليوم ده عادل مقريف شويه فكابتن مختار عمال يقول عادل وكابتن عادل مختار بقى بيتكلم بهدوء كده عادل يا ابني انا عايزك تاخد بالك من ركز شويه مش عارف ايه فالمهم عادل مسك الكره الفرقه بتاعته مضغوطه جدا بتروجيت الفرقه اللي بتلعبها حطها في ال 18 فجالهم اوت فمسك الاوت عشان يلعبوا عمال يدور مش لاقي حد فمعدي مصطفى هنداوي الاداري راح قال له هنداوي احنا بالاوت للاداري وقف معايا انذار كان مديله كارت اصفر وطرد نهار اسود مواقف عادل في الكوره خطيره انا ممكن انا ممكن تقول لي اسم طبعا اخطر ايه ممكن تقول لي اسم انا ما هو لا عشان انا اصل هو حكى لي على الكابتن عادل لا لا ده خطير انا عشان كده رحت قلت له عشان عارف اسم لك انا ما اعرفش انت الاسم اللي مين معاك ما انا ما برضه في ماشي احمد فتحي احمد فتحي اخر ماتش كابتن الكبير احمد فتحي طبعا طبعا ده اخويا ده حبيبي ده نجم ده حبيبي طبعا نجم اخر ماتش ليه مع الاهلي كان ماتش طلع الجيش تسليم الدوري ماشي اخر ماتش وحتى ساعتها كان مؤمن ربنا يشفي مؤمن زكريا واللي نزل تسلمه مدرب الدوري دي اقرب حاجه يعني فتحي ليه ليه معايا حاجات كتير قوي يعني اخر ماتش والمفروض اسجل يعني التليفونات جايه لي لازم احمد فتحي ماشي قاعد اروح يمين اروح شمال يا نجمة معرفش ايه فتحي طب ايه 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 وانا يعني انا مش هدعي ان انا اقرب واحد ليه من الناس دي كلها بس فعلا انا من الناس اللي هو الوسط ده بيه كويس انا من اقرب الناس ليه يعني ماشي لا انا مش عايز اتكلم انا لا روحت البيت لقيته مسجل في قناة الاهلي اصلا والله العظيم باعك ايه كلمته بقى بعدها اكيد لا انا زعلت منه جامد والله كلمته منه أكيد. زعلت منه لا فتحي برضو في مره كان لينا زميلنا كان في معسكر المنتخب وعسكر منتخب مصر 2018 طبعا عمرو الجرزاوي زميلنا استاذ عمرو استاذ عمرو كان عمل معاه حوار يعني هو عمرو راح وعمل معاه الحوار انا كلمت فتحي وراح ماشي حصلت مشكله بسبب لقاء عمله فتحي لقاء على تلفزيون عمله فتحي فالكلام اللي اتقال في الحوار
يعني يعني زياده مليون مره عن لدرجه اللي انا ساعتها انا خفت من عمرو. يعني خفت عارف انت لما يكون واحد قدامك وبيفتح مش فاتح الرابع دايس البنزين جايب اخر الدواس ماشي بعدين عمرو خد اللي نزل في اللقاء ونزله اتعمل له خصم فتحي اتعمل له خصم وغرامه من الاهلي وما اعرفش ايه وحصلت مشكله بسبب اللقاء بتاع عمرو الجرزاوي لا بسبب اللقاء التلفزيوني اللي عمله اللي هو اقل من الحوار اللي كان عامله مع عمرو الجرزاوي اقل بكتير ده عمرو خد اللي في اللقاء نزله لان العمر اللي كان مسجله كان معاه كان بكتير جدا عمرو اللي عمل بتاع اللقاء عمل لي انا بلوك عملك انت والله العظيم ده عمل لي انا بلوك والله انا مالي انا ليه انا مالي هو بتاع ده طيب انت اللي جايبه لي ماشي انا عشان الحق في موقف تاني موقف تاني مع حد من اللعيبه يعني هل لك موقف مع محمد صلاح هو ممكن يألف موقف لو عايز لا والله لا, لا مش لا لا بس انا عايز اقول لك على حاجه يا كريم اجمل خلق الله مين محمد صلاح بجد والله اقسم بالله العلي العظيم اشهد بكده والله اجمل خلق الله اشهد بكده والله العظيم ثلاثه وسيبك بقى من الملعب صلاح بره الملعب يعني انا حبي لصلاح بره الملعب بني ادم طيب وجميل وكل يعني حلو. كل حاجه في الدنيا ممكن تقولها حلوه هتلاقيها في صلاح تفتكر هنسمع كلام ايمن ولا ما نسمعوش لا لا هو لو قال لي حاجه برضه هو هو, هو 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 ليه هو ليه موقف مع صلاح ليه كذا موقف مع صلاح كويسين احاول هقول لك لا هتحاول تفتكر ليه وانتوا في الجابون ايوه لا ده انا قعدت حوالي ساعه كامله بسبب ان صلاح بيبقى ليه طياره خاصه وانا مستني كان عمرو السولاي بيعمل تحليل المنشطات فانا مستني السولاي يجي بعد كده عربيه تاخدنا وتودينا للمنتخب كان بعد ماتش الجابون كان الماتش اللي بعده كابتن حسام البدري كان مشي يعني فصلاح كان قاعد فانا قاعد انا كان اول مره ببقى مع المنتخب يعني ماسك الموبايل بكلم صحابي انا هموت اقعد معاه بس انا من نوع بركز يعني انا مش هفرض نفسي على حد واجيب كرسي اروح اقعد معاه كان معانا علي محمد علي اداري المنتخب يعني ماشي فقال لي يا جدع انت عمال رايح جاي ما تيجي تقعد معانا ده مين صلاح فطبعا انا عايز اقول انا يا ابني تمام فقعدت خدت كرسي قعدت فبعد شويه فبتكلم معاه بقول له انتوا مجموعتكم في الشامبيونز صعبه جدا وبتاع قال لي واحنا معانا مين قلت له باين اتلتيكو وكان باين في بورتو مش فاكر كان فرقه ثالثه مين فبعت طلعت جروب الواتساب بتاع صحابي فقلت له يا جماعه هو صلاح بيسالكم مين مجموعه ليفربول عايز اقول لك هم بحوالي تسعه التسعه ردوا في لحظتها لان كان باين في الباك جراوند ان صلاح بيتكلم وعشان انت قلت لهم صلاح مين هم كلهم طبعا بيسالوا صلاح مين اللي بيسال صلاح الكابتن صلاح الناهي مثلا بيتكلم على مين جميل كابتن المهم طبعا عايز اقول لك ان هو الحوار معاه مش ممتع انا طبعا يعني كان احلى ساعه الا ربع في السفريه كلها قعدت اتكلم معاه على الفانتزي ان هو بيكابتن نفسه كل جوله بيكابتن مين هو بيحط نفسه كل جوله اصلا لا يمكن وقتها كان رونالدو كان لسه جاي اليونايتد فقال لي انا لا يمكن لا احط فاردي ولا هاري كين ولا رونالدو ولا اي حد من هذه فرقتي قال لي ان لوكاكو كان بيتكلم معايا خلاص بما ان خلاص هجدد عقده مع ليفربول واحتمال يبقى اخر سيزون ليه يعني ان لوكاكو كلمه قال له dont you want to go back home مش عايز ترجع بيتك اللي هو تشيلسي كان وقتها لوكاكو مع توخيل مع تشيلسي يعني قعد بقى يحكي على صلاح محسن ان كان فعلا ليفربول سالوا صلاح على صلاح محسن فعلا والله دي معلومه ودورتموند فعلا قال لي صلاح محسن ليفربول جه وقت من الاوقات سالوه صلاح محسن ايه دنيته وبتاعه وراقبوه فتره حاجه رابعه ان هو اول ما راح من روما لليفربول كان عنده مشكله مع سباليتي ان هو الفينيشنج بتاعه ما كانش احسن طبعًا. حاجه صلاح شويه يعني طبعا فبيقول لي جبت يعني عملت نص ملعب كامل في بيتي كلفني دم قلبي انا وقتها بقول ما شاء الله دم قلبك يا صلاح يعني انت على هيقول لي ده اشتغل ربنا يزيدك ما شاء الله بضحك طبعا فعمل نص ملعب كامل ورابع عباس جاب له مهاجم انهاء هجمات مهاجم فينيشنج يعني وطور مدرب انهاء هجمات واشتغل معاه وطوره جدا انا بقى ايه عايز ابين له بقى ان انا باخد ودي معاه في الكلام فبقول له انت ايام روما لا قول لي يا ابو صلاح لا بس هو والله بجد هو بعد شويه تحس بتتكلم مع اخوك يعني طبعا. ما عندوش اي تكلف او اي بقى ان انا فبقول له انت ايام روما بحكي له على ماتش روما وريال مدريد لما كان مقطع مارسيلو وسيرجيو راموس وكان مبهدل الدنيا فقلت له انت كدريبلينج كنت اعلى ايام روما في ليفربول اول سيزون اللي كان رهيب بعد كده ابتدى الدنيا تقل شويه في الحته دي قال لي طب معلش ايه اهم اللي انا في نهايه السيزون يتقال صلاح عامل كام اسيست وجايب كام جون ولا اللي انا
يتقال ان عمل شكلي يبقى في الملعب حلو وبعمل دريبلينج حلو. قلت له طبعا ارقامك مساهماتك التهديفيه ده الاهم. قال لي طيب ده اللي الناس فعلا بتتكلم. انا مبسوط قوي عارف ليه؟ عشان ابو صلاح نده لك وقال لك انت رايح جاي ليه، تعال اقعد معانا. انا متاكد انه لو شاف الفيديو دوت اكيد مش هيقول لك تعال اقعد معانا تاني بعد اللي انا قلته ده. قلت كل حاجه والراجل لا لا خلي بالك خلي بالك في حاجات لا في حاجات ينفع تتقال. قول اللي ما كانش ينفع. لا ده انا اللي عندي دوت في حاجات ينفع تتقال يعني معلش بقى. انا عايز اقول لك بس احكي لك على في كلمه التجمع اللي بعدها للمنتخب. فانا بقى عايز ايه ابين ان صلاح ده صباح الخير يا جماعه. صلاح جه ولا لسه؟ كان في برج العرب وحواليا بقى كل الصحفيين وبتاعه وهو كان معدي. فقلت هناديه واشوف بقى يفتكرني ولا ايه الدنيا يعني. فقول له صلاح. قال لي ايه ده ازيك عامل ايه؟ انا بقيت واقف بقى ايه في قمه بقى التناكه والام طلع عمر لا والله ايمن بمصطفى يعرف صديق محمد صلاح. طبعا صديقي. طب هقول لك انا حاجه. انت بتقول الحاجات اللي بتطلع بسرعه بس بسرعه. انا في اقل من 20 ثانيه واحنا راجعين من كاس العالم واحنا راجعين من روسيا كان في قصه وحدوته وبتاع احنا قاعدين في الطياره قاعد ابراهيم عمر محمد صلاح شيكابالا عمر جابر ايمن اشرف. صلاح كان فتح على الرابع في الكلام وانا قاعد شيكابالا ما يعرفنيش فبقى عمال يبص له يعمل له كده عليا. خد بالك لو في واحد في جاسوس كده يعمل له كده هو ما يعرفنيش شيكابالا ما يعرفنيش فبعد كده انا لاحظته وضحكت يعني فرحت ناكش عمر جابر كده بص شيكابالا بيعمل ايه فراح ضاحك فقال له صلاح قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له ابراهيم. قال لي ممكن بس تروح تقف معاه. فانا وقفت وقعدت اضحك صراحه. قال له في ايه؟ قال له بس عشان قال له لا مننا تبعنا لا مننا تبعنا. طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل الحوار الجميل اللذيذ القعده الحلوه ديت مع كانو ابراهيم عمر وايمن مصطفى. خليكم معانا. بصوا احنا فاضلنا 7 دقايق على نهايه الحلقه واللي جاي دوت شويه اسئله بيسموها اسئله سرعه او المفروض اللي يجاوبوا هم اللي يجاوب بسرعه يعني. انا ببقى قلقان من اسئله السرعه دي مع الرجاله اللي قاعده معايا النهارده كانوا ابراهيم وايمن عشان انا عارف كل سؤال هنقعد فيه ساعتين بس انا قلت الاول اقول افهمهم ان احنا 7 دقايق عشان ما نحرجناش قدام الناس نقول احنا هنعرف. لا اسئله سهله جدا. بص اول سؤال مثلا اتفضل. مين صاحب هدف فوز الاهلي بلقاء الدوري الفاصل 2009 امام الاسماعيلي؟ احمد فتحي فلافيو. الفاول بتاع جدا ده الجون الايقوني معايا ليكي جوه. لا والله انا والله ده احمد فتحي على غلط. مش انا قايل فلافيو معايا فلافيو قبله انا قايل فلافيو صح. الفور انا شغال هنا ايه صح انا الفور ده الجون ده جه 40 مره في الدوري بيقول لك معاه 7 دقايق. مين صاحب هدف الزمالك الثاني في شباك الاهلي بنهايه كاس مصر 2015؟ باسم مرسي 2-0 هو اللي جاب الجونين اصلا. ايمن واضح انه اكتساح ولا ماشي في ايه. نهائي دوري ابطال اوروبا 2005 بين ميلان وليفربول مين سجل اهداف ميلان؟ مالديني كريسبو واثنين كريسبو ومالديني كريسبو كان 3-0 وبعد كده 3-1 خلاص الباشا كريسبو. طب انا قلت كريسبو والله بس مالديني لا هو مالديني جت ربنا قلت كريسبو انا ظالم 2-1-0 ماشي وايه 2-1 انا اقوم امشي ثانيه واحده. نهائي يورو 2000 بين فرنسا وايطاليا مين سجل التعادل لفرنسا وفي الدقيقه كام؟ تريزيجيه في الدقيقه 92 او 94 لا ويلتورد قلت الاول انا قلت الاول والله قلت الاول لا هو يا بار هو يحكم ده قلت تريزيجيه ده جاب مين اللي قال الاول جاب جولدن جول بس بقى الاول تقول لا بقى انا قلت الوقت بص هو ميكي قال كانو بس عارف ان ميكي بيحبك اكتر بس انا قلت قلت الوقت صح مش عارف طب انا قايل الوقت صح ايه قلت في الدقيقه 93 او 94 يا حبيبي انت جبت اصلا جول تاني مين قال ولتر ده الاول كده 2-2 صح لا هو مين قال الاول بجد ميكي هو انت بتشكك في الحكم راجل محترم جدا لا بس مش كده بجد يعني اخلص بقى عايز اكسب طيب. باد لوزر جدا وهيبقى ده لازم ايمن يكسب هو دلوقتي اللي بيكلم هو اصلا بقول لك ايه بص بقى الحلقه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2008 الاهلي كسب مين؟ نجم الساحلي لا كسب السيمي في الفاينل ولا السيمي فاينل؟ الزمالك الفاينل 2008 الاهلي كسب مين؟ كسب القطن في الفاينل وكسب سيمي فاينل الماتش بتاع عمرو سماكه اسك الماتش بتاع عمرو سماكه لسه عنده فرصه كمان سيمي فاينل الماتش ده خلص 2-0 لا يلا هو ايه اللي لا نصف نهائي 2008 ترجي لا النجم الساحلي لا مش نجم يلا كل واحد ليه فرصه كمان اسم كمان 2008 بسرعه عشان الوقت هي فرقه افريقيه يعني فرقه سمراء بس انا مش عارف قول اسم هارت سفوك بس اللي بعده اسك اللي بعده انيمبا تكسب بجد بجد
3 2 حسيت ان انيام خلاص هو فاضل كانوا جامدين كان الزهاد بتاع اسك بتاع السمكه ده انهي يعني بنذاكر بقى بعدها ماشي بنذاكر بقى اما انتوا قاعدين في المسابقات كل يوم انا ما حدش مدخلني مسابقات أمم أفريقيا 2008 منتخب مصر كسب منتخب مرتين في الكاميرون افتتاحه فاينل أخيرا حول ولا قوة إلا بالله كده 3-2-1 ما تنسوش بقى كل واحد يحفظ رقم مش عايزين نظر 3-2-1 ماشي موسم 2021-2022 في الدوري المصري الأهلي احتل المركز الكام؟ تاني تالت الأول 21-22 المركز الأول 21-22 الزمالك هو اللي كسبان الدوري يكسب ثالث يكسب الثالث صح عشان بيراميدز كانت ثالثه 3-1 شده هيما بقول لك انت بتقول كل المراكز اول ثاني يلا يلا بقول لك ثانيه واحده بس يا كريم انا فاضل لي ثلاث اسئله طب ادي ماشي موسم 2017 2018 في الدوري الزمالك احتل المركز الكام الرابع اجابه واحده تكسب ثلاثه تعيل المجموعه الرابع الله كم باك خطير ده يا ستار يا ستار في سؤالين لو جاوبتهم انت كسبت ان شاء الله مش عشان في ظلم بطل كاس بس استنوا ما حدش يجاوب لما اقول ماشي بطل كاس مصر 2016 2017 كان مين وكسب مين الزمالك وكسب الاهلي 3-1 في برج العرب ماشي رايح مين هيجاوب خلاص يبقى بس المرسي 2-0 لا لا ما تقولش بقى خلاص انت قلت اجابتك اجابه واحده عشان هم يجاوبوا 2016 2016 2017 كان مين بطل الكاس وكسب الاهلي كسب المصري 3-2 مش 3 2 2-1 ما كانش فارق معايا النتيجه على قد كسب مين 2016 احمد فتحي 16 طب والله انا جه والله جه في دماغي 2016 ماتش بتاع الزمالك لا ما تقوليش جه لما لا احنا هنعمل ايه لا نعيده لا والله اصل انت قلت 2016 انا قلت لك 4-3-2 اخر وقتنا يلا لا احنا ما كملناش 2017 4-3-2 4-3-2 لا ما كانش 3-3-2 لا هو 4 كده لا 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 والله لا والله يلا معلش انا نص اجابه انا ويلتر خلي بالك قايلها قبلك معلش مين بطل كاس مصر 2015 2016 وكسب مين ما انا لسه قايلها مين الزمالك كسب الاهلي بس مبروك يا باشا 3-3 ما انا لسه مجاوبه اللي فاتت ايوه ماتش بس ماتش بس المرسي بتاع 2-0 ايوه مصطفى لا لا ده ظلم طب انا عندي ليكوا حل سريع بس انا فاضل لي نص دقيقه ماشي هفصلها بينك وبين خلاص كانوا صاحبي وخلاص كانوا هيسالكوا سؤال سرعه دلوقتي انتوا مين داني مالي 4-3-3 بس بس انت وانا قلت ويلترد قبله عايز نسالهم هم اتنين سؤال سرعه ماشي سؤال خلاص انا بره المسابقه كام هداف اجنبي خد هداف الدوري المصري 6 غلط ايه غلط ايه كوارشي جون كوارشي مش غلط كوارشي مش غلط غلط لحد ما حد يقول الرقم لحد ما حد يقول الرقم 9 صح 9 هو ايه ده انا بقول له غير السؤال يقول لي حد بقى كده 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 السؤال اللي كسب عشان ابراهيم يحس ببوز لكن المسابقه الرسميه كسبها ايمن مصطفى بربعيه لا دي ايه دي ايه انا مش فاهم يعني بالهزه يعني ده كاس السوبر يعني معلش يا مين لا دي بتبقى جائزه شرفيه دي بتبقى جائزتي بتبقى جائزه حضرتك بس حضرتك بتحبني اكتر ولا كده ايه بتحبني اكتر ولا كده انتوا اللي بحب اسلام عزت طب بتحب الكابتن ابراهيم اكتر ولا الكابتن حسام حسن لا انت لا 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 دي ما فيهاش لا لا انت مش فاهم دي ما فيهاش بتاعت هيضربوني والله هيضربوني لا انتوا عديتوا على الموقف ده كلكم يا نهار ابيض انت بتحبين اكتر ولا حسام بتحبين اكتر ولا ابراهيم لا 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 انت عارف ايه المشكله كابتن حسام لو سالك اصلا انت بتحبين اكتر ولا بتحب كابتن ابراهيم وكابتن ابراهيم مش موجود فانت بتقول له انت كابتن حسام ابراهيم على فكره كانوا بيحبين اكتر ليه يا كابتن يعني ليه يا كابتن ليه متورط طب اشكركم شكرا جزيلا كانوا ابراهيم ايمن والله الفقره النهارده كانت لذيذه قوي والله العظيم احنا بنتشرف ان احنا موجودين معاك يا كيمو خلونا نكرر انا بحبك اكتر من كانوا على فكره عشان انت كسبتني حبيبي مش حبيبك يا كيمو نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا اشوفكم يا رب على خير